زي ايش الامراض النفسيه اللي اخذناها؟ القلق صح؟ اخذناها بالتفصيل، والاكتئاب ايضا اخذناه بالتفصيل، بالاضافه الى السكيزوفرينيا انفصام الشخصيه والجنون ايضا اخذناه امس. الان انتقلت الى موضوع او شويه مختلفه تعتبرها امراض عصبيه، في خلل في الاعصاب نفسها، يعني خلل في الخلايا العصبيه، في الخلايا العصبيه فيها خلل واضح. طيب ايش الامراض اللي حناخذها؟ حناخذ اليوم ادويه باركنسون الشلل الرعاش، وان شاء الله كمان نخلصها وندخل شويه في ادويه الصرع. طيب حناخذ اليوم ان شاء الله ادويه باركنسون، وانت عارف انه هذا غالبا يصير كبار السن ولا صغار السن؟ غالبا كبار السن، تلقى كبير السن هذا كل ما تقدم في السن عمره 60 70 80 يبدا يحصل له مثلا رعشه اثناء الحركه وتباطؤ اثناء الحركه. طيب هذا المرض ماذا نسميه؟ دا باركنسون، غالبا نعتبره ايجينج ديزيز. ايش يعني ايجينج؟ التقدم في السن، يعني من امراض التقدم في السن او من امراض الشيخوخه. طيب هل تعرف مرض اخر متعلق بالشيخوخه مشهور ايضا؟ الزهايمر. اذا في عندك مرضين متعلقين بالشيخوخه، الاول فقدان الذاكره اللي بنسميه الزهايمر، حنشوفه ان شاء الله بكره، واليوم حناخذ الخلل الحركي اللي بيسمى دا باركنسون. طيب اولا انت حتقول لي ما معنى كلمه باركنسون؟ هذا العالم اللي امامك جيمس باركنسون عالم انجليزي، هو اول شخص قام بشرح المرض، يعني عمل عليه تقرير مفصل، جلس كذا يكتب لك تقرير مفصل عن هذا المرض، طبعا في عام 1800 وشويه في هذيك الفتره كان لسه الناس يعرفوا ايش هذا المرض، هو بدا يكتب عنه تقرير مفصل، ايش الاعراض، ايش بيحصل، ايش الخطوات، ايش المراحل، كم يصيب ناس، وبالتالي احنا سمينا المرض باسمه، فسمينا المرض باركنسون ديزيز او دا باركنسون. بالعربي احنا بنسميه ايضا الشلل الرعاش او الشلل الرعاشي حسب النطق اللي تراه مناسب. طيب انت بتشوف هذا الانسان عنده زياده في الحركه ولا نقص في الحركه؟ ايش يبين معك؟ الى حد ما الغالب تناقص في الحركه، يعني هذا لو تقول له اجري ما يقدرش يجري، ما عندهش النشاط العضلي، ولا عمل اي حركه عنيفه ما يقدرش، هو تلاقي انه عنده نوع من تباطؤ الحركه، انا معك في رعشه بس في تباطؤ عام في الحركة، يمشي دلا دلا، يتحرك دلا دلا، إذا حيشيل شيء أو حيشيل التليفون حتلقاه يتحرك هذا ببطء شديد، فإحنا بنسميه هايبو كاينيتيك. إيش يعني هايبو؟ نقص، يعني من أمراض نقص الحركة، إذا يميل أكثر إلى أنه من أمراض نقص الحركة. طيب لازم تعرف أنه في ناس عنده أمراض زيادة الحركة، أسميها هايبر كاينيتيك، وأمس أخذنا مثال، إيش كان مثال أمس على داء من او مرض له علاقه بالهايبر داء توريت؟ شوف داء توريت حق امس اخر شيء لما قلت في ناس يعني يحرك كتفه يحرك كذا، هذا من امراض مثلا زياده الحركه. في ناس تلاقي يعمل حركات يعني ما يقدر يوقفها نهائيا، يعني تلقى مثلا جالس وتلقى يتحرك يعني بشكل شديد، هذا كمان يسموها الكوريا او يسمى داء الرقص. هذا الكوريا او الحركات المتكرره هذا هايبر كاينيتيك يسمى كوريا. طيب نكمل، غالبا يصيب المسنين ولا صغار السن؟ المسنين. طيب اي سن اذا انت عاوز؟ يقول لك اللي يوصل الى عمر ال 80 حتلقى 1% منهم عنده هذا المرض، يعني لو شفت 100 شيبه عمره فوق سن ال 80 حتلقى 1% منهم مصاب بالمرض، اذا موجود المرض شائع. بس من الاكثر شيوعا للعلم؟ الزهايمر. اذا لاحظ اذا واحد قال لك ايش اكثر مرض يعني يصيب المسنين مع تقدم السن او كذا وله علاقه بالاعصاب؟ الزهايمر اللي هو النسيان، هذا هو الخرف. المرض الثاني حتلاقي دا باركنسون، فكلا المرضين شائعين سواء الزهايمر وهو ياتي اولا او حتى دا باركنسون وهو ياتي ثانيا، هذه كلها امراض شائعه وتصيب المسنين. الان نبدا نفصل نعرف ايش القصه، ايش اللي حصل لهذا الشيبه، ولماذا في شيابات او في مسنين يتحركون بشكل طبيعي وفي مسنين عندهم هذه المشكله. الموضوع بيحصل ايش؟ بيحصل موت، دث. ايش يعني دث؟ موت. لمن؟ للخلايا العصبيه المفرزه للدوبامين. طيب في اي منطقه في الدماغ عشان يكتمل التعريف؟ في منطقه بنسميها السبستانشيا نيجرا، اللي بنسميها الماده السوداء او الجسم الاسود. في منطقه في الدماغ لونها اسود، ايش بنسميها؟ الماده السوداء، بين قوسين الجسم الاسود. طيب داخل هذه الخلايا، داخل هذه المنطقه السوداء هناك خلايا عصبيه تفرز الدوبامين، ايش يحصل لها مع التقدم في السن؟ تموت بالتدريج، تموت 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 تموت. طبعا هذا احنا بين قوسين ادي لك الكلمه الطبيه اللي بنستخدمها، احنا ما نقولش ديث، نقول ايش؟ نقول دي جينيريشن، دي جينيريشن يعني تآكل او تدهور، تآكل خلينا نقول او ضمور، تمام؟ اذا لو واحد قال لك عرف لي دا باركنسون بالتفصيل او كذا تعريف واضح وصريح، هتقول له عباره عن دي جينيريشن او نيورو دي جينيريشن. ليش قلت نيورو؟
عصبي لانه خلايا عصبي اللي بتموت. فاقول مثلا تاكل عصبي نيورو ديجنريشن. فين في اي خلايا عصبيه؟ الدوبامينيه. في الدوبامينرجيك نيورونز في الخلايا العصبيه الدوبامينيه. اللي حيقول لك ايش يعني خليه عصبيه دوبامينيه؟ حتقول له ايش تفرز؟ الدوبامين. طيب حيقول لك وين الدماغ؟ كثير مناطق كثيره. فين في الدماغ؟ حتقول له احدى كلمتين وكلاهما صحيح. انتبه، يا تقول في المنطقة في الجسم الأسود أو المنطقة السوداء اللي بنسميها أو المادة السوداء اللي بنسميها سبستانشيا نيجرا، كلام 100% صح. ولو رحت تقرأ كتاب ولقيت غير كلامي، إيش حتلاقي أوقات يكتب بدل هذه الكلمة؟ يكتب لك في البيزل جانجليا، كمان صح. إيش هو البيزل جانجليا؟ هذه مرت علينا أمس. بنسميها العقد الأساسية أو بنسميها أيضا بالعربي النوى القاعدية. هشرح لك القصة بعد قليل. إذا أنا شكل الآن بس تحفظ لي معايا، إيش بيحصل في دا باركنسون؟ تآكل أو تموت في أي خلايا عصبية؟ المفرزة للدوبامين. في أي منطقة؟ يا تسميها السبستانشيا نيجرا وكلامك صح 100%، يا تقول له في البيزل جانجليا وكلامك صحيح كمان 100%. طيب أنا هقول لك الآن ليش كلا التعريفين صحيح بعد شوية إن شاء الله. لحظة. طيب اذا كذا صح وكمان كذا صح. واللي يقول لك ترجم هذا حتقول له الماده السوداء او المنطقه السوداء او الجسم الاسود. تعرف ايش يعني سبستانس؟ صح اللي مش عارف يعني تجي من سبستانس يعني ماده. فسبستانشيا كمان تعني ماده، ونيجرا او نيجر دائما تعني ايش؟ اسود. حتى هي سبه في الغرب، لما تقول واحد نيجر يعني انت افريقي اسود او كذا، فلا يصح ان تقولها لشخص انك في الغرب، يعني كلمه معيبه. لكن نيجرا هنا تعني ايضا اسود. طيب ايش يعني جانجليا؟ عقد. وايش يعني بيس او بيسل؟ اساسيه، بسميها العقد الاساسيه. وقلت لك يجوز انك تسميها ايضا النوى القاعديه، عشان لو انت بتقرا كتاب عربي تعرف يعني تفهم الكلام. طيب حتقول لي طيب الان اتضح هذا الكلام. فين موجوده في الدماغ هذه المناطق؟ شوف هتلاقيها تقريبا في منتصف الراس. وش هذا؟ نصفي الكره المخيه، واحد ايسر واحد ايمن. طيب تحتهم هذا في عدة بنى وعدة ستراكشرز وعدة أشياء موجودة نسميها البيزل جانجليان. طيب عشان بس الآن ندي لك الفكرة، البيزل جانجليان أنت ملاحظها جمع ولا مفرد؟ جمع. العقد الأساسية جمع. النوى القاعدية جمع. فهي عدة مناطق، واحدة منهم اسمها السبستانشيا نيجرا، واحدة منهم اسمها السبستانشيا نيجرا. لذلك فين بتموت الخلايا العصبية عشان أنت تفهمني إيش قصدي؟ بتموت في السبستانشيا نيجرا، وهي عقدة أو جزء من حاجة أكبر بنسميها البيزل جانجليا. إذا كلها عقد أساسية، منطقة صغيرة منهم اسمها السبستانشيا نيجرا، وهنا تموت الخلايا العصبية. فأنت كلامك صح، لو قلت تموت الخلايا العصبية في المنطقة الصغيرة اللي هي السبستانشيا نيجرا صح، ولو قلت بتموت في المكان الكبير اللي هو العقد الأساسية كمان كلامك صحيح. واضحة هذه ولا صعبة؟ طيب اذا ما فهمت اوضح لك في هذا السلايد. شوف هنا هذا السلايد مبسط، ليش انا حبيت انه مبسط؟ شوف هذه المنطقه قلت لك لونها اسود، فايش سميناها احنا بالانجليزي؟ سبستانشيا نيجرا. تخيل انه كذا لونها اسود، منطقه كذا في الدماغ لونها اسود، نسميها المنطقه او الماده السوداء. طيب هذه المنطقه يقول لك فيها زي الخطوط، لما تجي تشوفها كذا يعني من الخارج زي المخططه، فايش بنسميها؟ الجسم المخطط، كوربس سترياتم. ايش يعني كوربس؟ جسم. واللي عاوز يضبط المعلومه تعرف القسم الاصفر، القسم الاصفر بنسميه كوربس ليوتيم. دائما كوربس تعني قسم، كوربس ليوتيم قسم اصفر، كوربس سترياتم معناها قسم مخطط، كوربس دائما تعني قسم. طيب سترياتم ايش معناها؟ مخطط. الدليل على ذلك اللي يعرف شويه اساسيات الفيزيولوجي والتشريح، في حاجه اسمها العضلات المخططه صح؟ ايش بيسموها بالانجليزي؟ سترياتد مصل، سترياتد مصل، دائما ستريات تعني مخطط، فالجسم المخطط، اذا هذا اسمه الماده السوداء لونها اسود، وهذا اسمها الجسم المخطط لانها تبدو فيها زي الخطوط. طيب هذه منطقه موجوده ضمن منطقه كبيره، يعني هذا كله موجودين ضمن منطقه كبيره ايش بيسموها؟ البيزل جانجليا، فهمت؟ كلهم يعني هذه اعتبرها منطقة وهذه منطقة، بس كلهم ضمن منطقة كبيرة بنسميها البيزل جانجليا. حتقول لي طيب وين الخلايا العصبية المفرزة للدوبامين؟ هذه أمامك مرسومة. إيش بيحصل لهذه الخلايا العصبية؟ لاحظ أول شيء فين رأسها؟ أو فين قسم الخلية؟ في السبستانشيا نيجرا. وأين تقوم بإفراز الدوبامين؟ في القسم المخطط في الكوربس ترياتم. إذا هي خلية عصبية، خلينا نقول طويلة شوية، رأسها هنا وأرجلها هنا. هنا الرأس، هنا الدماغ، هنا الأساس،
لكن وين تقوم بالافراز؟ في منطقه الكوربس ترياتم. وطبعا لما تقوم بالافراز اكيد الدوبامين لما يفرز ايش حيعمل؟ حيرتبط مع مستقبلاته في هذه الخليه العصبيه ويؤدي ذلك الى تاثيرات معينه. طيب في مريض باركنسون ايش اللي يحصل لهذه الخليه العصبيه؟ ايش رايك هنا؟ تاكل، تدهور، تموت، اسميه ديجنريشن. طيب اذا فهمت الكلمتين هذول الان انت فاهم كيف تعرف دا باركنسون. هو عباره عن ايش يحصل الخليه الدوبامينيه؟ تموت، او اسميها الكلمه الصحيحه ديجنريشن. ديجنريشن فين؟ في الدوبامينرجيك نيورونز. في اي منطقه؟ واحد بيحتار بيقول لي طيب يا دكتور اقول في السبستانشيا نيجرا ولا في الكوربس ترياتم؟ ايش رايك؟ احنا هنا الراس الاساس، هنا النواه الخليه وهنا الاساس، فنقول في المنطقه السوداء السبستانشيا نيجرا. طيب لو واحد قال لك في البيزل جانجليا تمام صحيح، مش غلط، مش غلط. يعني انت ما تقول انا في صنعاء صح ولا غلط؟ انا في اليمن صح ولا غلط؟ صح. يعني انت طيب بس الادق ربما اذا الاكثر دقه تقول في السبستانشيا نيجرا ولا تقول في البيزل جانجليا؟ ربما تقول من الاكثر تحديدا لما تقول في السبستانشيا نيجرا انت محدد اكثر. طيب فهمنا هذا المرض. طيب يبدو ايضا الاستايل كولين ايضا له دور في الموضوع والقصه، وكانه الخليه هذه تفرز دوبامين يشتغل على هذه الخليه، وهذه الخليه ايش تفرز؟ الستايل كولين كمان يرتبط مع مستقبلاته على هذه الخليه، فكانه في توازن. انت شايف التوازن، الدوبامين يخرج يشتغل هنا والاستايل كولين يشتغل هنا، وكلاهما وهذا التوازن بينهما مطلوب ولا مش مطلوب؟ مطلوب عشان تكون حركاتك طبيعيه. انت الان ليش تتحرك بشكل طبيعي وتمشي بشكل طبيعي وما عندكش دا باركنسون؟ لانه الدوبامين شغال والاستال كولين شغال وبينهما توازن دقيق سبحان الله يخلي حركاتك طبيعيه 100%. خلاص ممكن اعتبر الدوبامين مثلا احنا بنقول انه بيقلل نشاط العضلات الغير مطلوب تحريكها. اما الاسيتايل كولين منشط، ينشط الحركات حتى الغير مطلوب تحريكها. تمام. يعني لو الاستايل كولين يشتغل وحده حيخلي كل العضلات تشتغلين، لا تنسى كلك يعني متصلب وكذا. من اللي بيمنع هذا الكلام ويمنع عمل العضلات الغير مطلوب تحريكها؟ الدوبامين. تمام. فالامور فيها شويه تعقيد لكن ممكن تقول هذه الفكره الرئيسيه، الدوبامين هو الذي يشغل العضلات المطلوب تحريكها ويمنع العضلات الغير مطلوب تحريكها من العمل. تمام. فهو منشط ومثبط في نفس الوقت، وانا مع كذا قد يربش الواحد، يعني هو بينشطها دكتور العضلات ولا بيضبط العضلات؟ هو ذكي الدوبامين، عارف ايش يعمل؟ عضله شيء يتحركها ينشطها، حتى احنا نقول بالانجليزي بينشط البرايمري ماسلز، ايش يعني برايمري؟ العضلات الاوليه الاساسيه بين قوسين المطلوب تحريكها، وبيعمل انهبيشن تثبيط للانتاجونستيك ماسل، ايش يعني انتاجونستيك ماسل؟ ممكن تقول العضلات المضاده او بين قوسين العضلات الغير مطلوب تحريكها، احفظ الكلمه هذه. الدوبامين ينشط العضله المطلوب تحريكها ويثبط العضلات الغير مطلوب تحريكها، خلاص، يعني هو الاساس في تنظيم الحركات. يخليك تتحرك صح ويخلي العضلات الغير مطلوب تحريكها تتوقف عن العمل يحصل لها ريلاكسيشن. اما الاستايل كولين هذا ينشط، ينشط كل شيء. طيب بمعنى لو الدوبامين مثلا لو الدوبامين لم يفرز، من اللي حيشتغل لحاله؟ الاستايل كولين، فينشط كل العضلات. فتلاقي عضلاتك كلها اول شيء مشدوده. زي الشيء بهذا الدا باركنسون، هتلاقي عضلات كلها مشدوده وبنفس الوقت حتى في رعشه عنده. يعني كل عضلات شغاله وبس كلها حتى غير مطلوب تحريكها تلاقي متشنج ويمشي كالرجل الالي ربما، لانه كل عضلات يعني تشتغل في نفس الوقت وحتى في نوع من الرعشه لانه كل عضلات شغاله، الباسطه والقابضه شغاله، فايش يحصل للانسان؟ تلاقي جالس يرتعش. طيب خلينا نمشي حبه حبه نشوف. طيب حتقول لي طيب اعراض المريض، انا لما اشوف واحد في الشارع كيف اعرف انه هذا عنده دا باركنسون؟ في حاجه بنسميها ترايات، ايش يعني ترايات؟ ثلاثي، هناك ثلاثه اعراض، اذا موجوده في المريض هذا عنده دا باركنسون. انا حشرح لك الكثير من الاعراض، بس انا اقول لك في ثلاثه هتلاقيهم اعتقد ملونين باللون الاصفر، هذول هم الاساس في دا باركنسون. طيب، اول شيء حتلاقي في تباطؤ عام في الحركه. طيب، هتقول لي ايش الفكره؟ مش انا قلت لك من يسهل حركه العضله المطلوب تحريكها؟ الدوبامين. يعني لما عملنا هذا الشيء شلة التلفون، من اللي نشط الحركة العضلة المطلوبة؟ الدوبامين. طيب ما فيش دوبامين، ماتت الخلية العصبية من فرزال الدوبامين أو نقص الدوبامين، فايش يحصل الحركة المطلوب تحريكها؟ تصبح ضعيفة وبطيئة. بتلاقي الشيبة لما تقول له شيل هذا التلفون يمشي يعني دلادلة يتحرك، وبالتالي في عنده بطء في الحركة أسميها برادي. إيش يعني برادي؟ بطء. وإيش يعني كاينيجا؟ حركة، بطء حركة. في ناس يقول لك يا دكتور هذه معناها بطء قلب، ايش يعني بطء قلب او تباطؤ القلب؟ برادي كارديا، هذا شيء ثاني، برادي كارديا.
بس برادي دائما تعني بطء، وكان يجي تعني حركة، فتباطؤ في الحركة تلقى الشيء بهذا يمشي دلا دلا، وأي حركة يعملها دلا دلا، لأنه الدوبامين اللي كان يسهل حركة العضلات المطلوبة مش موجود. طيب الشيء الثاني، مش قلت لك الدوبامين بيثبط العضلات المعاكسة أو العضلات الغير مطلوب تحريكها؟ طيب ما فيش دوبامين، ايش تعمل عضلات الغير مطلوب تحريكها؟ تنشط ويزيد فيها المصل تون، الشد العضلي والنشاط العضلي. اذا العضلات المطلوب تحريكها ما تشتغلش، والعضلات المش مطلوب تحريكها والمفروض انها تكون نايمه الان تبدا تشتغل. تمام. طيب لما العضلات الغير مطلوب تحريكها في جسمك كلها تبدا تشتغل، ايش يحصل لك؟ يحصل لك صلابه، اسميها ريجيديتي او تصلب عضلي. تلقى هذا الشيبه صح انه ضعيف ومسكين ومشي دلا دلا، بس في نوع من التصلب، يعني في صلابه عضليه. حتى لو قلت له اعمل كذا خليك مرن ما يقدر، شو كل عضلاته متصلبه، حتى ظهره تلاقيه هكذا مقوس، هكذا عامل مقوس ظهره، لانه كل العضلات عنده ايش؟ شغاله في نفس الوقت. ما فيش اللي كان ينظمهم الدوبامين يقول لهذا انت اشتغل وانت ما تشتغلش وينظمهم، فتلاقي قد في لخبطه. طيب فتلاقي في تصلب عضلي اسميه ريجيديتي. طيب كمان في نفس الوقت حتى لو هو جالس وامامك ايش تلقاه يعمل؟ ممكن يرتعش. ليش؟ العضلة اللي هي ماشية اليمين شغالة، واللي هي ماشية اليسار شغالة، فتلقى انت شغالة، فش يحصل لك؟ رعشة، اسميها تريمر. هذول اللي بالاصفر هم الترياد الثلاثي المميز لمرض باركنسون. تشوف واحد شيبة يمشي دلا دلا بطيء، وايضا عنده نوع من التصلب العضلي ومش هو مرن، وبنفس الوقت عنده رعشة وخاصة في الاصابع مثلا. او انا كنت عاوز اقول لك انه ريستنج تريمر، ايش يعني ريستنج تريمر؟ رعشة في حالة الراحة، وهذا تميز، يعني هو جالس وهذا ما يتحركش تلاقي يده ايش ترتعش. طيب افرض انه مد يده اشتي التلفون يظل يرتعش ولا تروح الرعشة؟ تروح الرعشة. اذا لاحظ من الاشياء اللي تميز مريض باركنسون وتميزك اذا هذا بيمثل عليك ولا هو صدق عنده دا باركنسون، شوف الرعشة حقه. اذا هو جالس وفي حالة رست يده ترتعش، مد يده يشتي مد ياخذ حاجه ما فيش رعشه، وقف يده تبدا ترتعش، فسميها ريستنج تريمر. لانه يقال هذا يمكن شيء طريف انه بعض الناس مثلا في الغرب في امريكا ولا في اي دوله كذا يعمل يشتي شحات وكذا ايش يعمل نفسه؟ انه عنده دا باركنسون، انه مريض وتعبان. ففي ناس قال هكذا انه في ناس بعضها ذكية، او اذا في شخص ذكي ايش يعمل؟ يمد له بالزلط ولا بالكذا. اذا ظل يرتعش وهو يشتي يشيل لك الزلط معناته بيمثل، لانه هذا مش هو دا باركنسون. المفروض انه يكون يرتعش، لما تمد له بالزلط ايش يعمل؟ تخف الرعشه ياخذ الزلط، ولما يرجع لهنا يرجع ايش؟ يرتعش. فهمتوا الفكره؟ طيب الخلاصه، طيب الشيء الثاني في الثلاث الاعراض هذه الاساسيه التي تميز مريض باركنسون، خلاص. طيب هقول لك في حاجه كمان اخرى، اشياء اخرى كذا تصيب ايضا مريض باركنسون، زي ايش؟ يقول لك تضعف ما يسمى بذاكره الحركه، الموتور ميموري تضعف. هذه لها يعني شوية شرح. كيف يعني ذاكرة الحركة؟ أنت عندك ذاكرة الأشياء القديمة صح؟ إيش حصل لك في الماضي؟ هذه ذاكرة عادية نعرفها. بس في حاجة اسمها ذاكرة الحركة. سؤال، أنت لما تكتب وأنت تسمعني وتكتب، هل بتفكر أرفع يدي أفعل ألف، أنزل يدي أفعل باء، ولا لو بالإنجليزي أدور أفعل إيه؟ أوه لا، المفروض أطلع أفعل بي، لا نزلت لا تحت، لا. بتفكر هكذا ولا تكتب على طول سريع؟ معناته انه الامور هذه كلها مخزنه، اسميها ذاكره الحركه. اذا في اشياء مخزنه تستطيع بالتالي انك تعمل الشيء بدون حتى ما تتذكر ولا تفكر، هذه مخزنه. تمام؟ هذه بنسميها او هذا الشيء مخزنه فيما يسمى بذاكره الحركه. طيب سؤال اخر، لما تمشي في الشارع وتكلم احد التلفون، هل وانت ماشي بتفكر ارفع رجلي اليسرى انزل رجلي اليسرى، لازم انا ارفع رجلي اليمنى وبعدين انزلها، ولا بتمشي اوتوماتيك؟ اوتوماتيك. هذه مخزنه كمان في ذاكره الحركه. طيب لما اقول لك مثلا انتهت المحاضره الان بنروح، انت ايش تفعل؟ اي تمام، ترفع يدك مثلا. هل انت بتفكر برفع يدي الان ولا تلقائيا؟ تلقائيا اوتوماتيك، هذه مخزنه في ذاكره الحركه وهكذا. فالمقصود هناك حركات كثيره بنعملها بدون تفكير، بدون تفكير. بنمشي حتى وانت ماشي بتلاقي يدك هذا هكذا فعله. انت ماشي ويدك بتمشي هكذا مثلا معك. معناته انه كمان هذه الاشياء كلها مخزنه في ذاكره الحركه. الخلاصه هذه الاشياء كمان مسؤول عنها الدوبامين، اذا الدوبامين مسؤول عن الحركه صح؟ ومسؤول عن ذاكرة الحركة. ما فيش دوبامين تختل الحركة وتختل ذاكرة الحركة، ولذلك الشيبة هذا لما تقول له مشي هذا الآن يشتي يفكر أرفع رجلي أنزلها، أرفع رجلي الثانية أنزلها، تقول له اكتب اسمك يبدأ يعني تهتز ولازم ينزل لها تحت أو غلط لازم يطلع لها فوق،
تمام ما يقدر يكتب زيك بنفس السرعة. فالخلاصة دكاترة الحركة كلها تختل. طيب إيش اللي حيحصل له بالضبط؟ حتختل ما يسمى أول شيء بالحركات العاطفية أسميها emotional movement. تعال عند مريض باركنسون وقل له مثلا فاز برشلونة خسر برشلونة، ما عاد فيش هذا الحركات التلقائية اللي يعملها اللي اسمها الحركة العاطفية، ما فيش. حتى لو قلت له ولدك مات مش حيضرب جبهته ولا يعمل هكذا ولا يشقطها هكذا زي الصنم، حتى يقال انه عنده ما يسمى بوجه القناع اللي هو الماسك فيس، ما عندهش حركه مخزنه، وبالتالي يعني تلاقي يعني ما يقدر انه مثلا لا يدي لا حزن ولا سعاده، حتى انت تستغرب تقول ما له هكذا ما عاد يتفاعل شيء، لا ولا في اي تعبيرات على وجهه، حتى يسمى وجهه بوجه القناع او الماسك فيس. المهم اي حركه عاطفيه احنا بنعملها بدون تفكير ما يعملهاش. اي حركه بنسميها الحركات المرافقه، ايش يعني associated movements؟ الحركات المرافقه، زي ايش الحركات المرافقه؟ لما تمشي يدك تتحرك صح؟ طبيعي بدون تفكير، حاول تمشي وانت مجمد يدك ما تعرفش، لازم يدك تتحرك طبيعي، هذه نسميها حركه مرافقه للمشي. عند المريض ما يقدر تلقاه انه يمشي يضم فعله ويده هكذا فعله، يمشي دلدله ويده ايش؟ ثابته وما عاد فيش حركات مرافقه مثلا. طيب ايضا الحركات التكراريه، ايضا الريبيتيف موفمنتس او الحركات التكراريه تختل. انت لما تكتب خلاص قلت تكتب كذا بحركه تكراريه وبدون تفكير، ما عاد فيش تفكير، تمشي بدون تفكير خطوه الاولى والثانيه والعاشره والالف وبدون ما عاد تفكر، هو عنده لا لازم يفكر في كل خطوه ولازم يرفع رجله وينزل الثانيه وهكذا. تمام، الخلاصه بالكلام تختل ذاكره الحركه فتضعف الحركات العاطفيه والحركات المرافقه للمشي مثلا، والحركات التكراريه كالكتابة مثلا أو حتى المشي نفسه. طيب هل كل الأشياء لها علاقة بالحركة فقط ولا في أشياء ليس لها علاقة بالحركة؟ في كمان الموتور سيمتومز، إيش يعني الموتور؟ أعراض ليس لها علاقة بالحركة، لا حركية. هتقول لي يا دكتور يعني أنت الآن قلت الدوبامين مهم في الحركة، وإيش دخله في الأشياء اللا حركية؟ لا، الموضوع ببساطة هو موضوع بروجريسيف. إيش يعني بروجريسيف؟ يعني يتطور الموضوع. اول شيء تموت الخلايا العصبيه الدوبامينيه في المريض شويه، وبدات تموت الخلايا العصبيه مفرزه للسيروتونين والنور ادرينالين، وانا قلت لك السيروتونين والنور ادرينالين ايش اكثر وظيفه تهمنا فيه؟ بيرفع المزاج. فايش يحصل لمرض باركنسون مع الوقت؟ ينخفض المزاج، يدخل كمان يدخل في اكتئاب. يدخل في اكتئاب لسببين، اول شيء لانه عنده خلل حركي فيكتئب يضبح، والشيء الثاني لانه حتى الخلايا العصبيه المفرزه للسيروتونين والنور ادرينالين تبدا ايضا تموت، يحصل لها ديجنريشن لانه قد شيبه قد عمره 80 90، وبالتالي ايضا يحصل مثلا نوع من الاكتئاب وانخفاض المزاج. ايضا ممكن ايضا الخلايا العصبيه المفرزه الاستايلكولين، ايش لها دور في الدماغ يهمك؟ الذاكره، وهذا ان شاء الله بكره نتكلم عليه. الاستايلكولين معروف هو الناقل العصبي تبع الباراسمبثاوي صح؟ معروف له، هو الذي ينظم لك القلب واللي يعمل لك اللعاب واللي يسهل الهضم يسهل التبول، اوكي. وكمان قلنا ايضا امس قبل امس له علاقه ايضا بالحركات، ايضا له علاقه ايضا بالرعشه العضليه اللي تحصل وبتنشيط جميع عضلات الجسم. هذا كلام كثير قلنا الاستايكولين منشط لجميع العضلات، لكنه في الدماغ له وظائف ايضا، واهم وظيفه له في الدماغ تنشيط الذاكره وخاصه الذاكره والتعلم. طيب تموت بعد فتره الخلايا العصبيه المفرزه الاستايكولين، فايش يحصل للذاكره؟ تضعف الذاكرة، وبالتالي تدخل أيضا في خرف أو ديمنشيا، يحصل لك ديمنشيا اللي هو خرف. إذا تبدأ المشاكل خلل حركي، ممكن بعد سنوات انخفاض في المزاج واكتئاب، ممكن كمان ضعف في الذاكرة وأشياء زي كذا، ويبدأ يتدهور، وحتى الأشياء الأوتونوميك الذاتية، تنظيم الجهاز الهضمي وتنظيم الجهاز البولي، هذه كلها كمان تختل، الضغط يختل، لأنه حتى الخلايا العصبية أو المراكز العصبية المسؤولة عن الجهاز السمبثاوي والباراسمبثاوي تبدأ تتموت، فيحصل له مشاكل حتى مثلا في التبول، في التبرز، في الهضم، يعني أشياء عصبية كلها تبدأ تتأثر. لكن من هذا كل الكلام إيش الثلاثي اللي ما تنساه أبدا؟ تباطؤ الحركة، الصلابة العضلية، والرعشة في وقت الإيش؟ في وقت الراحة. طيب إذا هذا الشيء راح تلاقي عنده ثلاث أعراض رئيسية، إيش هي؟ تريمر، بس التريمر قلت لك وهو ما يحركش يده، إذا حرك يده إيش يحصل؟ تتوقف الرعشة. الشيء الثاني حتلاقي عنده برادي كاينيجيا، ايش يعني برادي كاينيجيا؟ تباطؤ في الحركة. وايش عنده العرض الثالث؟ صلابة، جسمه متصلب كالرجل الآلي، ما فيش مرونة ومتصلب، هذا الكلام يسمى ريجيديتي. وطبعا أكيد ما فيش استقرار، يعني في عنده عدم ثبات في الوقفة، ما فيش وقفة ثابتة زيه وزيك، تلقاه ممكن يهتز يمين وشمال لأنه الدوبامين يعني مضروب عنده. يسمى postural instability، عدم ثباتية للوضعية، ما يقدرش يثبت على وضعية ثابتة تماما. طيب
أنا هنا مشتيش لا عقد ولا أي شيء، أنا قصدي هنا أوريك بس تعقيدات الدوبامين، ما أدري الرسمة عندك ولا لا، لكن بس يوريك الدوبامين. أنا قلت لك يفرز من وين لا وين؟ في الرأسه السبستانشيا نيجرا، إيش سميناها أول؟ المادة السوداء. وفين يفرز الدوبامين؟ في منطقة اسمها استرياتم. طيب يثبط ولا ينشط؟ ولا يثبط وينشط؟ يثبط وينشط، يعني يثبط بعض الخلايا العصبية وينشط بعض الخلايا العصبية، تمام. ونتيجة عمله المنظم والدقيق انه يثبط في خلايا وينشط بعض الخلايا العصبية، هيعمل اشياء كثيرة داخل الدماغ، وبعدين يصل، اعتبر النتيجة النهائية توصل لها هنا، والنتيجة النهائية لوين توصل؟ الى قشرة المخ، الى الكورتكس. وقشرة المخ لما يوصلوا الامر النهائي، يعني يعرف من العضلة المطلوب تحريكها ومن العضلات المش مطلوب تحريكها، يرجع يرسل للعضلات عن طريق خلايا عصبية حركية للعضلات، يقول العضلة هذه تحركي والعضلات الغير مطلوبة كلها لا تتحركي. فالأمور معقدة، الأمور معقدة، لكن عاوزك بس تعرف إنه من المايسترو تبع الحركة، من اللي يعرف من يتحرك من ما يتحركش؟ الدوبامين. وعبر دائرة معقدة داخل الدماغ، جلوبس باليداس إلى السبثالاميك نيوكلياي، إلى الجلوبس باليداس، إلى السبستانشيا نيجرا، بس منطقة ثانية فيها، إلى الثلمس، ثم إلى قشرة المخ، في النهاية يصل الأمر إلى قشرة المخ. وهنا في مركز الحركة هو اللي يوجه بعدين العضلات، في خلايا عصبية تروح للعضلات تقول أنت تشتغلي وأنت ما تشتغليش، تمام. لكن الأمور كما ترى أعقد مما تتخيل. طيب في حاجة هنا مهمة، أنت قد تتساءل تقول يا دكتور يعني شخص واحد اسمه الدوبامين ينشط في أماكن ويثبط في أماكن ما تركبش، كيف واحد ينشط ويثبط؟ إيش إجابتك على اللي سألك هذا السؤال؟ أنواع ليش؟ الدوبامين واحد، الريسبتورز المستقبلات، والمستقبلات ففعلا للعلم مستقبلات الدوبامين خمسة. شوف كم مستقبلات السيروتونين أمس؟ سبعة كانوا أمس، بس قلنا أربعة أو أمس قبل أمس، بس قلنا أربعة مهمين. أما مستقبلات الدوبامين خمسة للعلم، واحد وخمسة متشابهين، واثنين وثلاثة واربعة متشابهين. لما يوصل الدوبامين يلقى هنا واحد وخمسة يعني D1 وD5، وهنا يحصل مستقبلاته D2 وD3 وD4 D2 D3 D4. طيب للعلم الأهم 1 ولا 5 في رأيك؟ واحد هو الأساس، خمسة هذا موجود بكمية طفيفة. ونفس الشيء اثنين وثلاثة واربعة، من الزعيم حقهم؟ اثنين، ثلاثة واربعة بكمية قليلة. فاحنا دائما نقول، دائما نتكلم على مستقبل D1 وD2، D1 وD2، لكن ما نقوله عن D1 هو نفسه على D5، لأنه D5 هذا موجود بكمية قليلة ويعمل مثل D1، وما نقوله عن D2 نفسه على D3 وD4، بس D3 وD4 هذا قليل وغير منتشر. حتى أمس أنا لما كلمتك على أدوية الجنون كنا نقفل أي مستقبلات؟ D2، لأنه D2 هذه مهمة. طيب حتقول لي طيب كمان من أهم، D1 ولا D2؟ D2، لا D2 هو الأهم. حتى أمس احنا قلنا في موضوع الجنون هو D2، يعني D2 هو المستقبل الرئيسي للدوبامين في الدماغ، هو المستقبل الرئيسي للدوبامين في الدماغ. يمكن يكون D1 أشهر في الأوعية الدموية، وD2 أشهر وين؟ أشهر في الدماغ، تمام. أذكرك أنه هذا كلام أخذناه أمس، تذكر لما قلنا تأثيرات الدوبامين في ال... طيب أنا أذكرك، شفت في الأوعية الدموية من الموجود؟ D1. أما التأثيرات، وغدوا بالمرة، أما التأثيرات الأربعة اللي في الدماغ من المسؤول عنها؟ D2. إذا نعتبر لي كذا الدوبامين مستقبل D1 D2، صح؟ D2 مسيطر وين؟ في الدماغ، وهو مسؤول عن جميع التأثيرات اللي ذكرتها لك أمس في الدماغ. وD1 من موجود أكثر في الأوعية الدموية، ومسؤول عن توسع الأوعية الدموية. خلي كذا الأمور، يعني طبعا قد تجد شوية D1 في الدماغ موجود، بس أنا أقول لك بشكل عام D2 مسيطر هنا وD1 مسيطر في الأوعية الدموية. طيب أنا حلو إنه رجعت لهذا السلايد، لأنه مش حقدر أمشي في محاضرة اليوم ولا حتمشي معايا إلا لما راجع لك ماذا يفعل الدوبامين في الدماغ، لأنه كلامنا اليوم عن الدوبامين نفصل فيه بالتفصيل والأدوية والدوبا والكذا. فخلينا أذكرك اللي قلته أمس، وخلينا خليك تحفظه بطريقة أسهل. اللي يسألك على الدوبامين في الدماغ هتقول له بيشتغل أكثر شيء على أي مستقبلات في الدماغ؟ على D2، تمام. طيب إيش يعمل في الدماغ؟ هتقول له أربعة أشياء، كيف نحفظهن؟ ينشط حاجتين ويثبط حاجتين، كده تحفظهم بسرعة. دوبامين ينشط شيئين يثبط شيئين في الدماغ. طيب ايش اللي ينشط في الدماغ اولا؟ السايكوسيس، الهلوسة والجنون
والأفكار الخاطئة له علاقة بهذا الشيء، وطبعاً كمان له علاقة حتى بعمق التفكير، يعني هو يزيد التفكير عمقاً، بس كمان لو زاد عن حده ممكن يؤدي للجنون، أنتهي لك يؤدي للجنون. ولذلك أمس قلنا عشان نمنع الجنون ونعالج الجنون إيش كنا نعمل في مستقبلات الدوبامين دي 2 في الدماغ؟ نغلقها، كنا نعطي دي 2 بلوكرز، نقفل هذه المستقبلات. طيب الوظيفة الثانية والشيء الثاني اللي بينشطه إيش هو؟ الغثيان والإقياء اللي أسميه نوزيا وفوميتينج، تمام؟ إذا هو بينشط الجنون وينشط الغثيان والإقياء، وحتى أمس قلت لك يمكن إنه في دواء يعالج الغثيان والإقياء ويغلق مستقبلات الدوبامين دي 2 في هذه المنطقة، إيش كان اسم الدواء؟ ميتوكلوبراميد. طيب إذا الأنتي سايكوتكس تمنع هذه العملية، الميتوكلوبراميد يمنع هذه العملية. طيب بالمرة بيثبط كمان حاجتين، بيثبط العضلات المعاكسة والغير مطلوب تحريكها، يمنع حركة العضلات الغير مطلوب تحريكها، وممكن تضيف بين قوسين وينشط العضلة المطلوب تحريكها، بس هو أكثر شغلة ممكن تلقى على العضلة غير مطلوب تحريكها. لأنه شوف أنا لما عملنا مثلا كذا اشتي حرك يدي، كم عضلة لازم تتحرك؟ مثلا واحدة، تمام؟ بس كم العضلات الغير مطلوب تحريكها؟ كل عضلات الجسم. فالدوبامين يقول للعضلة المطلوبة اشتغلي، ويقول للألف عضلة الغير مطلوب تحريكها لا تشتغليش. ولذلك لو واحد قال لك يعني هو أهم في تحريك العضلة ولا في تثبيط العضلات الغير مطلوب تحريكها؟ لا، تثبيط العضلات الغير مطلوب تحريكها، لكنه أكيد بينشط أيضا العضلة المطلوب تحريكها. فأنا عامل أنه تثبيط في الأساس، يعني بيثبط أكثر العضلات الغير مطلوب تحريكها. في أي منطقة هذا بيكون شغله؟ في العقد الأساسية، أخذناها الآن البيزل جانجليا. طيب أو حتى مكتمل بين قوسين في السبستانشيا نيجرا في المنطقة السوداء. طيب الكلام هذا قلت لك نعمل له تطبيق. طيب تخيل معي واحد عنده الدوبامين أو الخلية العصبية المفرزة للدوبامين ماتت وانخفض الدوبامين، هل العضلات تتحرك بشكل طبيعي؟ ما تتحرك، فايش يحصل للمريض؟ ده باركنسون اللي خدناه. طيب وقلنا كمان لو ارتفع الدوبامين زيادة في المريض واشتغل زيادة ايش هيحصل له بشكل واضح؟ ممكن يحصل له غثيان وإقياء أكيد، ممكن يحصل له أيضا ايش؟ جنون، بحسب المنطقة، فين يزيد فين ينقص. طيب الوظيفة الأخيرة اللي ما ننساهاش إنه هو الذي في الهايبوثالامس يمنع تحرر البرولاكتين. من يعرف البرولاكتين أساساً من فين يفرز؟ من الفص الأمامي النخامية، معلومة تبع سنة أولى، من الفص الأمامي النخامية، هرمون النمو والبرولاكتين والأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون والإف إس إتش والإل إتش، هذه كلها تفرز من الفص الأمامي للنخامية. طيب بس من اللي بيثبط خروج البرولاكتين من الغدة النخامية؟ بس هو طبعا بيكون في الهايبوثالامس موجود، لأنه أنت عارف الهايبوثالامس هي التي تسيطر على عمل الغدة النخامية، اللي تنظم عمل الغدة النخامية، هي المايسترو تبعها. فالمهم هو يفرز في الهايبوثالامس وبعدين يمنع خروج البرولاكتين. وأنا قلت الكلام هذا مهم ولا مش مهم؟ مهم، لأنه لما ينخفض هرمون الحليب إيش اللي يرتفع بالمقابل؟ الـ FSH والـ LH. الغدة النخامية لما تقول لها استريحي لا تفرزي برولاكتين هرمون الحليب، تقول لك شكرا أنا إذا أتفرغ لإفراز الـ FSH والـ LH تبع الأمور الجنسية أو الهرمونات المنشطة للغدد الجنسية، فالدورة الشهرية وإنتاج الحيوانات المنوية وإنتاج الحيوانات وإنتاج البويضة عند المرأة والحيوانات المنوية عند الذكر، كل شيء جنسي ينتظم، وكل ذلك بفضل الدوبامين، تمام؟ إذا الدوبامين بيمنع البرولاكتين إفراز الهرمون الحليب، فالنخامية تتفرغ لإفراز الـ FSH والـ LH المطلوبين للأمور الجنسية كما قلنا. طيب الكلام هذا أخليه في بالك عشان إيش؟ مش هنقدر نكمل اليوم إلا إذا فهمت هذا ولا. فأنا هعمل هكذا ونتذكر مع بعض، إيش الأربع الوظائف للدوبامين في الدماغ؟ أربع وظائف. إيش المستقبل الأساسي أول شيء هنا؟ D2. ينشط شيئين ويضبط شيئين، إيش ينشط؟ الجنون. واحدة. إذا قلت لي وعمق التفكير ما عنديش مانع، يعني بكمية بسيطة يزيد عمق التفكير، بس أنا يهمني الزيادة، لو زاد زيادة يفعل جنون. طيب إيش الوظيفة الثانية من الشفاء؟ الغثيان والإقياء، إذا زاد عن حده نوزيا فوميتينج، تذكر هذا الكلام تمام. طيب إيش الأشياء اللي بيثبطها؟ الحركات الغير مطلوب تحريكها، وبالتالي هذا يسهل الحركات المطلوب تحريكها، ممتاز. وإيش الشيء الثاني اللي يثبطه أيضا؟ هرمون الحليب، ولما ينقص هرمون الحليب ايش اللي حيزيد؟ ال FSH وال LH والامور الجنسيه كلها تنتظم. طيب خلي الكلام هذا في بالك لانه حيهمك بعدين. طيب كما قلنا اما في الطرفيه لو في دوبامين حقناه في الدم حيشتغل بحسب الجرعه، صح؟ هذا قلناه امس. بالجرعه البسيطه ينشط D1 يعمل توسع وعائي. لو زودت الجرعه حينشط B1 حينشط القلب.
وإذا زودت الجرعة أكثر حينشط ألفا 1 فتضيق الأوعية الدموية يحصل فازو كونستريكشن وهذا الشيء يعمل لضغط الدم يرفع ضغط الدم هذا قلنا أمس فتذكر الكلام هذا عشان الآن ترتاح معايا وإحنا ماشيين في الأدوية وأنت مسيطر على هذا الكلام طيب هنا عندي كمان إيش عندي كمان ملاحظة لأنه في ناس ذكي زيادة فلازم يجاوبه في ناس يقول لك يا دكتور اشتين أنا أعرف المستقبلات يا منشطة للخلايا يا مخططة للخلايا يعني أنا دوبامين ارتبط مع مستقبل دي 1 على هذه الخلية إيش يحصل الخلية تنشط ولا تتثبط طيب ارتبط مع دي 2 على خلية ثانية إيش يحصل الخلية تنشط ولا تتثبط القاعدة تقول دي 1 منشط يعني دائما دي 1 ينشط الخلايا ودي 2 أيش يعتبر إنهيبيتوري لأنه كما نقول اللي يشتي يدخل في العميق نقول جي آي كابلد ريسبتور إيش يعني جي آي كابلد ريسبتور مرتبط بالبروتين اللي اسمه جي آي أي يعني إنهيبيتوري الخلاصة أنا كدوبامين ارتبط مع مستقبل دي 2 ينشط بروتين داخل الخليه اسمه جي اي اي انهيبيتر انهيبيشن انهيبيتوري فيضبط الخليه لكن لما ارتبط مع دي 1 دي 1 مرتبط بالجي اس بروتين وراه جي اس اس ايش معناها ستيمولاتوري فيروح ينشط الخليه اللي هنا فتلاقي الدوبامين شفت الرسمه اللي قلت لك اللي تتذكر معايا عشان ايش يكون الامور كلها عندك واضحه قبل شويه قلت لك الدوبامين يمكن ينشط وممكن يضبط صح طيب وش قلت لك الدوبامين اوقات ينشط اوقات يضبط حسب المستقبل ايش تتوقع المستقبل هنا اللي مستنيه ماذا بيضبط دي 2 وايش المستقبل اللي هنا دي 1 حتقول لي يا دكتور قبل شويه قلت لنا دي 2 في الدماغ ودي 1 في الاوعيه انا قلت لك غالبا دي 2 في الدماغ هو الاساس لكن هنا في شويه دي 1 اما في الاوعيه الدمويه دي 1 طيب الخلاصه في الكلام ان الدوبامين يشتغل مستقبل الدي 2 ودي 1 ولكن الاساس في الدماغ هو دي 2 الاساس في الدماغ هو مستقبل اسمه دي 2 طيب حتقول لي كمان يعني يا دكتور ليش ممكن يضبط وينشط في نفس المنطقه المسؤوله عن الحركه انا قلت لك وش قلت لك بينشط الدوبامين العضلات المطلوب تحريكها ويضبط العضلات الغير مطلوب تحريكها يعني هذا بس عشان تفهم ليش يا دكتور مكتوب ينشط ويضبط ما هو مطلوب منه ينشط العضله المطلوب تحريكها ويضبط العضلات الغير مطلوب تحريكها والدائره قلت لك هنا معقده لكن هذه الفكره الرئيسيه الدوبامين بيضبط في اماكن وينشط في اماكن بيضبط بتنشيط مستقبلات دي 2 وينشط مستقبلات او بتنشيطه او بارتباطه مع مستقبلات دي 1 في النهايه بعد الامور هذه كلها بتلاقي ينشط العضله المطلوبه ويضبط العضلات الغير مطلوبه طيب خلي الكلام هذا في بالك اعتقد انه مهم جدا عشان نمشي براحتنا الان طيب واحد يقول لك ليش يا دكتور بتدرسونا دائما داء باركنسون ليش الكل مهتم بهذا المرض وحتى الجامعات البحثيه في العالم ومراكز الابحاث في العالم تعمل ابحاث دائما على داء باركنسون ليش المرض اولا كومون ايش يعني كومون شائع ما انا قلت لك اكثر مرض نيورو ديجنراتيف في المسنين اكثر مرض بيحصل فيه تموت خلايا عصبيه في المسنين ما هو هذا ولا الزهايمر الزهايمر لكن ثاني مرض داء باركنسون فهو مرض شائع اذا نشتي نحل هذه المشكله نهتم ايضا بهذا المرض لانه للاسف السبب الحقيقي غير معروف حتى الان يعني عندنا فرضيات انا باجي لك بعد شويه باقول لك ايش الفرضيات اللي معانا وايش يحصل في المريض بس هل احنا عارفين ليش علي لما يوصل للثمانين يحصل له هذه الرعشه واخوه التوام محمد ما يحصل له هذه الرعشه ما نعرفش يعني عاد في اشياء غامضه ليش هذا يصاب بالرعشه مسكين هكذا وهذاك ما يصابش ليش محمد علي كلاي ترى محمد علي كلاي اصيب طبعا بهذا المرض ومحمد علي كلاي هذا الملاكم الشهير اصيب بهذا المرض في ملاكمين وشيبوا اكثر منه ما اصيبوش ليش محمد وهذاك ما اصيبش ليش مثلا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في اخر ايامه اصيب بالمرض غيره ما اصيبش من الرؤساء فمش عارفين قصه المرض بالضبط عندنا نظريات ونعرف ان الخلايا العصبيه الدوبامينيه تموت انا متفق معك بس ايش اللي خلى الخلايا العصبيه الدوبامينيه تموت مش واضح الامور غير واضحه فينا نظريات لكن احنا مش عارفين بالضبط وبالتالي احنا بنخلي كده مهتمين نعمل ابحاث ونفهم هذا المرض ونعالج هذا المرض المشكله الثالثه انه ديستربنج وكمان بروجريسيف ايش يعني ديستربنج مزعج انت تخيل نفسك طول عمرك محمد علي كلاي الملاكم الشهير اللي كل الناس بيعتبروه اعظم رياضي على سطح الكره الارضيه اللي هو كان يسمي نفسه ذا جريتست اوف اول تايم يعني اعظم واحد حتى يسمي نفسه كذا والناس بدهم يسموه نفس اللقب يعني اعظم واحد يعني في كل الازمان ذا جريتست اوف اول تايم طيب تخيل هذا في اخر عمره ما يقدر يربط حتى شميز يعني بعد ما كان بطل العالم وجرد انه يفتح الشميز ما يعرف ليش لانه يرتعش تمام ما يعرف ياكل لانه لما يجي ياكل العضلات كلها مضروبه فتلاقي الاكل ايش يحصل؟ ينزل يجي يشرب ماء ونزل الاكل
يرتعش، بالتالي كارثة. فالمرض فعلا مزعج، مزعج للمريض نفسه ولا كمان لأسرته وعياله ومرته، حتى الأسرة. لما تشوف هذا رب الأسرة اللي كان أبي طول عمره كان وكان وكان والآن ما يعرف حتى يزرر شميز، فمشكلة كبيرة. والموضوع أيضا بروجريسيف. إيش يعني بروجريسيف؟ متقدم متطور. يعني السنة هذا سيء، السنة اللي بعدها يسوء أكثر، اللي بعدها أكثر، اللي بعدها أكثر، رغم العلاج. قد احنا بنعالجه، بنشتري احسن ادويه، وبيدهور يدهور يدهور يدهور. هتقول لي يعني لا، متى يا دكتور يدهور يظل يدهور يدهور؟ الى ان ينشل وبعدها سيموت. لكن ينشل في النهايه يجي على كرسي متحرك. يعني نهايه المريض تختل الحركه، تختل 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 الى ان يقعد فوق كرسي، وبعدها يمشي الا على كرسي متحرك الى ان يموت. طيب، رغم الادويه ورغم انه عايش في امريكا محمد علي كلاي، يظل في اخر حياته ما يمشي الا بكرسي. طيب، الشيء الآخر حتلقى للأسف الأدوية اللي معانا للأسف اشتعمل symptomatic improvement فقط. ايش يعني symptomatic improvement؟ تحسن في الأعراض فقط. يعني هل توقف تموت الخلايا العصبية الدوبامينية؟ لا. هل تعالج المرض يرجع زي ما كان؟ مستحيل. إنما تعمل شوية تحسن في الأعراض، إذا الرعشة زيادة تخفف شوية الرعشة. ومع ذلك سنة ورا سنة ورا سنة ايش يحصل للأدوية؟ تفقد الفعالية، تفقد الفعالية، وإلى أن ينشل المريض تماما. فزي ما قلت لك في النهاية الدراجز تفشل في النهاية، they fail eventually. فمصيبة، مصيبة كبيرة. طيب، القصة كمان رغم أنها قد مكررة، بس خليني أكد لك في الإنسان الهيلثي الطبيعي إيش ماله الدوبامين والأسيتيلكولين؟ بينهم توازن ولا ما مش بينهم توازن؟ بينهم توازن. ما أنا قلت لك الدوبامين حتلقاه يفرز يهدي العضلات غير مطلوب تحريكها، وهذا يروح ينشط العضلات كلها، فبينهم نوع من التوازن الدقيق، سبحان الله. لكن افرض واحد ماتت عليه الخلايا العصبية الدوبامينية، من يسيطر؟ الأسيتيلكولين. فتختل الأمور، فالدوبامين الضعيف من يسيطر عليه الآن؟ الأسيتيلكولين. ويصبح الأسيتيلكولين ينشط لك كل العضلات المطلوب تحريكها والغير مطلوب تحريكها، فتظل ترتعش، وكمان يكون في نوع من التصلب العضلي عندك. تمام. طبعا واحد يقول لك يا دكتور الدوبامين يعني صار أقوى ما دام رفعته لفوق. لا، أنا قصدي إنه هذا صار أثقل، وبالميزان لما يكون واحد ثقل إيش يحصل له؟ ينزل للأسفل. هذا مقصود في الرسمة بس. الدوبامين في الأسيتيلكولين صار أقوى، والدوبامين الصغير الخفيف الضعيف صار أخف، فأقل تأثيرا. بيتحسن المريض أيضا، بيتحسن. طيب، هنا كلام جميل. واحد يقول لك أنا فهمت يا دكتور كل الأدوية حقكم في تبع الباركنسون. أصلا هذا هو الطبيعي، وهذا هو المرض. PD معناها باركنسون ديزيز. طيب، ايش العلاج؟ ايش رايك؟ يا الدوبامين احفزه اخليه يرجع زي ما كان، يا الاسيتيلكولين اضعفه. يعني شوف كيف نعمل. طيب، الامور سهله. يعني الدوبامين في المريض صار ضعيف والاسيتيلكولين قوي، صح؟ مسيطر. ما هو الحل؟ يا ترفع الدوبامين عشان يرجع يتوازن مع الاسيتيلكولين، يا تقلل الاسيتيلكولين عشان يكون ايضا متوازن مع من؟ مع الدوبامين. فعندك حلين فعلا. ايوه، اي افضل؟ من يجاوبه؟ اي افضل؟ واحد يقول لك يا دكتور ما دام المشكله في الدوبامين، الحل الاساسي ارفع الدوبامين. فعلا، فالحل الاساسي انك ترفع الدوبامين وترجعه زي ما كان. لكن هل بيتحسن المريض الى حد ما لو انك ثبطت الاسيتيلكولين ورجعته زي الدوبامين ضعيف؟ بيتحسن، بيتحسن، لا باس، يعني بيفيد. لكن العلاج الاساسي هو انك ترفع الدوبامين زي ما كان. طيب، الكلام هذا مهم. طيب، هنا يعني لمن يريد ان يفهم اكثر، انا ايش بدي اعرف يا دكتور؟ ايش اللي بيحصل في الخلايا العصبيه الدوبامينيه وكيف تموت؟ احنا صيادله سنه رابعه وخمسه وفي مننا اطباء، ايش كيف تموت الخلايا العصبيه؟ انا اقول لك اللي شافوها العلماء. اللي شافوها العلماء ببساطه انه بيحصل عدم تكسر للبروتينات داخل الخلايا العصبيه، هذه خليه عصبيه. فتلاقي البروتينات، انت عارف البروتينات ايش قصتها؟ البروتينات تصطنع في الريبوزوم، صح؟ تشتغل تعمل عملها يوم يومين ثلاثة ايام، وبعدين تجلس عايشه لما تموت. لا، تتكسر، تروح إلى منطقة يمكن سمعت عنها اسمها البروتيوسوم. إيش يعني بروتيوسوم؟ يعني مكان بيتم فيه تكسير البروتينات. تمام؟ فيدخل البروتين، يعني يعتبره كذا، يشتغل يوم ثلاثة أيام يشيب، خلاص خذوا شيبة البروتين، خذوا تعبان وكذا، يروح إلى المقبرة حقه اللي هو البروتيوسوم ويتكسر هناك. يتحول لأحماض أمينية مرة أخرى. وبعدين يصنع بروتينات جديدة في الريبوزوم، تروح تشتغل، تكمل شغلها، تلقاها تروح للمقبرة اللي هي البروتيوسوم وتتكسر هناك، وهكذا. للأسف نجد أنه في هذول الناس البروتين الشيبة يروح ما يتكسر البروتيوسوم، يبقى داخل الخلية ما يتكسرش، فكل البروتينات تصبح موجودة وما تموتش. طيب، لما ما تموتش البروتينات تتصنع وما تموتش، تتصنع وما تموتش، إيش تعمل في النهاية؟
تتشابك على بعضها البعض وتعمل كتل من البروتينات المتشابكة داخل الخلية. زي من عشان بستفهمها زي هذه الكتلة. شوف هذه الكتلة كلها عبارة عن بروتينات لم تتكسر، لم يحصل لها degradation، تتجمع تعمل لك حاجة زي كده. يعني انت هتقولي وش هي هذه الدائرة؟ هذه النواة، مش الخلية فيها نواة، هذه النواة موجودة، بس ايش الكتلة الكبيرة اللي هنا؟ تجمعات كبيرة لبروتينات لم تتكسر، متشابكة زي كتلة الشعر أو كذا، متشابكة ولم تمت. طيب خلية تتوقع إذا عندها كتلة زي كذا من البروتينات الغير التي لم تتكسر، هتلاقيها خلية عصبية حية ونشيطة؟ لا، يبدو أنه هذا يؤدي إلى قتل الخلية قليلا قليلا، يعني بيعملها نوع من السمية ويؤثر في عملها حتى تموت الخلية العصبية. طيب زي ما قلنا، إذا إيش يحصل للبروتينات؟ تتجمع، هذا يسمى بروتين أجريجيشن. إيش يعني أجريجيشن؟ تجمع، تتجمع البروتينات. ولاحظنا للعلم يعني أنه أحد البروتينات اللي يكون موجود بكثرة ضمن هذه الكومة واحد اسمه ألفا سينيوكليين، احفظه بس كده. واحد يقول لك شتي لو أنا دكتور جيت أفتش في هذه الكتلة وفتح البروتينات، ما نلقى أكثر واحد موجود بروتين اسمه ألفا سينيوكليين. وكأنه أنا عاوز أقول لك تراكم بروتين الألفا سينيوكليين داخل أي خلية عصبية يؤدي إلى موتها، بيعمل سمية بطريقة ما يؤدي إلى قتلها. المفروض كان يتكسر في المقبرة في البروتيوسوم، البروتيوسوم مش شغال مدري ليش، وبالتالي يتراكم هذا البروتين يعمل لك كتلة قاتلة. وبالأخير بتتشكل ما يسمى بأجسام لوي. ما معنى أجسام لوي؟ العالم اللي شاف هذه التكتلات اسمه العالم لوي، فاحنا سمينا الأجسام هذه اللي بنشوفها أجسام لوي، لوي باديز. يعني أنت خليتك العصبية صافية فيها نواة بس، تعال لمرضى باركنسون تلقى كتل كذا بنسميها أجسام لوي. طيب وهذا يؤدي إلى موت الخلايا العصبية في النهاية. خلاص واضح يا جماعة الفكرة؟ طيب ايش اللي خلى المقبره ما تشتغل البروتيوسوم؟ مش عارفين هنا الاشياء اللي مش فاهمينها. طيب واحد يقول لك طيب ايش اللي نعرفه كاسباب المرض؟ يا دكتور انا عاوز احاول اتجنب هذا المرض، مش عاوز اوصل لعمر الثمان وعندي هذا المرض، ايش اقدر اعمل تقريبا؟ بقول لك صعبه، لكن خليني اقول لك اللي نعرفه. اللي نعرفه انه ايش اللي يخليك تصاب بالمرض او ما تصابش بالمرض مش واضح تماما، نوت كلير. يعني صعب انه اقول لك طريقه معينه توقف حدوث المرض، ولكن اللي نعرفه إنه الوراثة تلعب دور ولا ما تلعبش دور؟ الجينات تلعب دور، إنه في بعض الناس نلاقي عندهم بعض الجينات وبالتالي تلقاه يصاب بالمرض، وفي ناس آخرين اللي ما عندهمش هذه الجينات ما يصابش بالمرض، هذه موجودة، يعني بنلاقي هذا الموضوع موجود. طيب أحد الجينات المشهورة اللي يعمل لك المرض اسمه جين ألفا سينيوكليين، مش ألفا سينيوكليين أحد البروتينات اللي تجمع، فبالفعل لو الألفا سينيوكليين شغال عندك ويعمل الكثير من بروتين الألفا سينيوكليين في النهاية، هذا يؤدي في النهاية إلى تجمع هذا البروتين وعمل ما يسمى بأجسام لوي. فالخلاصة في، وحتى في جين آخر اسمه باركن. من أين أتينا بكلمة باركن؟ بكلمة باركنسون. يعني في علماء يقول لك باركن هذا له دور، في ناس يقول لك لا الألفا سينيوكليين هذا له دور. فالخلاصة في جينات يبدو لها دور في الموضوع. طيب ما رأيك في المينينجايتس التهاب السحايا؟ افرض وانت مصاب في صغرك وصبت بفيروس اصاب السحايا والدماغ، ولا بكتيريا ستريبتوكوكس او ستافيلوكوكس او نيسيريا او اي بكتيريا من هذه هاجمت الدماغ. احنا عندنا نظريه يبدو انه احيانا تدخل هذه البكتيريا والفيروسات توصل عند البيزل جانجليا وتدمر الخلايا العصبيه المفرزه للدوبامين. صح ما يظهر التاثير الا بعدين، بس يبدو انه هذا اللي بيحصل. اذا عندنا نظريه تقول انه الفيروسات والبكتيريا اللي عامله التهاب سحايا هي اللي وصلت الى دماغ هذا الانسان وهي اللي هاجمت له الخلايا العصبيه الدوبامينيه وادت الى تدميرها قليلا 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 الى ان حصل له دا باركنسون. نظريه نحترمها، ولكن ايضا مش هي ليست النظريه الوحيده. في ناس يقول لك لا، اللي يتعرض لريبيتاتيف تروما. ايش يعني ريبيتاتيف تروما؟ ضربات متكرره. في ناس يقول لك ما اصيب محمد علي كلاي الشخص القوي والعظيم واللي كانت حركاته كالفراشه، ما اصيب بهذا المرض الا من كثره الضربات اللي حصلها في راسه. فكثرة الضربات يبدو تؤدي الى تدمير تدريجي في الخلايا العصبيه الدوبامينيه مما ادى الى المرض. طيب هل هذه نظريه قويه؟ ما ادري. الدليل على ذلك انه بقيه الملاكمين ما حصل لهمش، لكن في ناس يقول لك لا لها دور، يمكن هو انضرب اكثر، ما تعرفش، لكن هي نظريه يمكن لها دور. طيب الاثيروسكليروسيس اللي هو ليش؟ التصلب الشرياني او التصلب العصيدي، هذه لها منطق. افرض الاوعيه الدمويه التي توصل الى الدماغ متصلبه، وبالتالي مرور الدم يكون قليل ولا زياده؟ قليل، لانه في تصلب في الشرايين، في تضيق في الشرايين، فما يمر الدم زياده للبيزل جانجليا، فما يغذيش منطقه البيزل جانجليا، فممكن ايش يحصل خلايا عصبيه دوبامينيه؟
تموت شوي شوي ممكن. هي نظرية قوية صار نقول لها لا ممكن، يعني يمكن يكون الموضوع هو أصيب بتصلب شرايين أهمله وأدى في النهاية إلى حدوث دا باركنسون وتموت الخلايا العصبية الدوبامينية. في ناس يقول لك لا، السموم لها دور يا دكتور، المنغنيز والنحاس إذا دخل إلى الجسم بكميات كبيرة وصل إلى البيزل جانجليا يقتل الخلايا العصبية الدوبامينية. نظرية، فعندك عدة نظريات، لكن هل احنا متأكدين بالضبط إيش السبب؟ ما احناش متأكدين للأسف، وهذا اللي خلانا نعاني. طيب في كمان ناس يقول لك لا، في حاجة ثانية، في ناس يقول لك الفري راديكالز. إيش يعني فري راديكالز؟ الجذور الحرة، صح؟ الجذور الحرة هذه أشياء مدمرة ببساطة، هي عبارة عن رياكتيف سبيشيز أو رياكتيف كيميكالز، يعني المواد الكيميائية الشرهة للتفاعل، مثلا فيها إلكترون واحد غير يعني حر وبالتالي تتفاعل فتقوم بمهاجمة الخلايا العصبية الدوبامينية وتتفاعل معها وتكسرها، فأسميها فري راديكالز. يعني كذا يقال إنه هذا الشخص اللي عنده دا باركنسون طول حياته تعرض لجذور حرة، جذور حرة، وهذه تفاعلت مع الخلايا العصبية الدوبامينية ودمرتها تدريجيا. نظرية، يمكن، الله أعلم، يمكن. طيب هنا أنا بدي لك كمان نظرية قوية يعني نتكلم عنها كثيرا، يقال إنه اللي يفكر كثير ويجلس يهم كثير بيحصل له هذا المرض. طيب أقول لك شيء نظرية، اللي يفكر كثير إيش يفرز في دماغه؟ الدوبامين. الدوبامين له علاقة بالتفكير، أنا معك له علاقة بالجنون بس كمان له علاقة بالتفكير. فيقال من يكثر، من يفكر ليل نهار في الرزق وفي العمل وفي الكذا ويظل يهم طوال الوقت، هذا مش تمام الصحة، صح؟ لما نقول هذا يهم كثير قل له ارتاح ريح نفسك وش هكذا، تمام. أحد الأشياء أنه يفرز عنده الدوبامين، الدوبامين ينظم الحركة، بس كثر الدوبامين وكثر التفكير في النهاية الدوبامين المفرز يتكسر، ما في شيء حاجة في جسمك تفرز إلا بتتكسر بإنزيمات الماو والكومت مونو أمين أوكسيديز وكاتيكول أورثوميتيل ترانسفيريز. المشكلة في الدوبامين لما يتكسر ممكن يكون ما يسمى بالهيدروجين بيروكسايد. تعرف الهيدروجين بيروكسايد؟ الماء الأكسجيني أو الهيدروجين بيروكسايد. طيب هذا يعتبر فري راديكال، يعتبر في النهاية يتكسر ويعطيك فري راديكالز، يعني الدوبامين حلو خليك تفكر بس نهايته يتكسر يعطيك مركب اسمه الماء الأكسجيني أو الهيدروجين بيروكسايد اللي ممكن يكون مدمر. طيب فلذلك يقال، بس الموضوع على سنوات، تظل طول عمرك تفكر وتهم تفكر وتهم هموم هموم هموم، الدوبامين يفرز يساعدك في التفكير يتكسر إلى هيدروجين بيروكسايد يروح يدمر الخلايا العصبية الدوبامينية وحتى الخلايا العصبية المفرزة الأستالكولين. فيبدأ هذا الذي يفكر كثير مع الوقت تضعف عنده الذاكرة بسبب تحطيم وتدمير الخلايا العصبية المفرزة الأستالكولين، وكمان تدمر عنده الخلايا العصبية المفرزة للدوبامين فتختل الحركة. هذه نظرية ونظرية قوية، يعني لاحظوا كذا الناس الباردين والهادئين ما يتدهورش سرير، نظرية قوية. وللعلم نسمي هذه النظرية، ممكن نسميها ايش؟ اوكسيديتيف توكسيسيتي. ايش يعني اوكسيديتيف توكسيسيتي؟ سمية تأكسدية، لأنه قلت لك ايش اللي يتكون في النهاية؟ مادة مؤكسدة أو فري راديكال اسمه هيدروجين بيروكسايد. هذه المادة المؤكسدة اللي هو H2O2، هذه المادة المؤكسدة تؤكسد الخلايا العصبية وتدمرها، احنا بنسميها هذه السمية تأكسدية. حتى لما واحد يقول لك مضادات الأكسدة مهمة، صح؟ ليش؟ عشان هذا الموضوع. يعني ليش يقول مضادات الأكسدة مهمة؟ لازم ناكل خضروات وفواكه ولازم نكثر من مضادات الأكسدة اللي موجودة في الخضار والفواكه طبعا، لأنها تمنع وتحارب الفري راديكالز والمواد المؤكسدة. فلذلك مهم أنك تتناول خضروات وفواكه مضادة أكسدة عشان، أو غنية بمضادة الأكسدة عشان تحارب هذه المواد المؤكسدة. طيب يعني خلي هذا الكلام في بالك للعلم. طيب في أيضا أدوية تعمل أعراض باركنسونية، صح ولا ما فيش؟ أكيد موجود. أعطيك القصة، خلنا نديها لك يعني بشكل واضح. هذا إيش أمامك الأمر سومة؟ خلية عصبية إيش تفرز؟ الدوبامين. والقصة قد عندك سهلة، قلنا أول شيء من يدخل الحمض أميني إيش اسمه؟ يتحول لمن؟ إلى دوبا. والدوبا يتحول لمن؟ الدوبامين. وأمس قلنا كمان الدوبامين ممكن يتحول لمن؟ إلى نور أدرينالين. طيب هو يتحول لنور أدرينالين بس في الخلية العصبية المفرزة للنور أدرينالين، بس ما دام هذه خلية دوبامينية لأول بيتوقف التفاعل لعند الدوبامين، فتلاقي هذه الخلية تصنع دوبامين، ممكن خلية ثانية جنبها يستمر الدوبامين يتحول لنور أدرينالين فتفرز النور أدرينالين، كل خلية عصبية عارفة لوين يستمر التفاعل. طيب الدوبامين قلت في النهاية وين يروح؟ يتجمع داخل ايش؟ حويصلات. ايش سميناها بالانجليزي؟ فيسيكلز. فيسيكل، صح؟ طيب والفيسيكل بعد قلت لك لو دخل الكالسيوم ايش خليها تعمل؟ تتحرك وتندمج مع السيمبرين وتطلق محتوياتها في المنطقه اسمها هذه في السينابس، صح؟
طيب ولما تطلق في السينابس قلت لك هترتبط مع من؟ مع المستقبلات او تتكسر بانزيمات الماو وانزيمات الكومت. بس يمكن اكدت لك امس انه ماو اكثر وين؟ في الداخل. ومن الموجود في الخارج اكثر؟ الكومت. وغير هذا الكلام ايضا ممكن ايش يحصل؟ ري ابتيك. ايش يعني ري ابتيك؟ إعادة التقاط. كلام أصبح مكرر بالنسبة لك، الأشياء هذه أصبحت بالنسبة لك زي الألف باء، سهلة جدا جدا. طيب طبعا دي وانا منشط ولا مخبط؟ مخبط. ودي وانا إيش؟ منشط. بس من موجود في الدماغ أكثر؟ الدي 2. طيب افرض أنا أعطيتك دواء اسمه ألفا ميتيل دوبا، أنا جاي عالجك وأنت مريض، أعطيتك ألفا ميتيل دوبا. من يعرف الألفا ميتيل دوبا لعلاج إيش؟ الهايبرتنشن. ايوه، واحسن دواء في الحوامل ما شاء الله. اذا هذا الدواء مشهود بانه افضل دواء لعلاج الهايبرتنشن في الحوامل، اكثر دواء امانا في علاج الهايبرتنشن. طيب في الحوامل. طيب الالفا ميتيل دوبا انت ملاحظ انه يشبه من؟ فكر، يشبه الدوبا. هذا دوبا بس هذا في زياده ميثيل نفسه، لكن هذا في اضافه ليش؟ الميثيل. طيب يروح هذا الدواء ما دام يشبه الدوبا يتداخل معه، يعني يروح هذا الانزيم اللي اسمه دوبا دي كاربوكسيليز، احفظوا لانه مهم هذا الانزيم اسمه دوبا دي كاربوكسيليز، بدل ما الانزيم يشتغل على الدوبا ويعطيك دوبامين يروح يشتغل على من؟ يشتغل على الالفا ميتيل دوبا. يعني كانك بتروح تشغل الانزيم، تقول له يا انزيم لا تشتغلش على الدوبا، انا شبيهه، انا الفا ميتيل دوبا اشتغل علي. طيب لما الانزيم يروح يشغل بالالفا ميتيل دوبا، هل عاد يحول الدوبا الى دوبامين؟ لا، فينقص خروج الدوبامين. طيب لما ينقص انتاج الدوبامين وافراز الدوبامين ايش يحصل لك؟ يحصل لك رعشة، نفس زي دواء باركنسون، فيحصل لك رعشة. ولذلك غالبا لا نفضل هذا الدواء إلا في الحوامل بس، لأنه بس آمن. أما في الناس العاديين ما نعطيهمش ألفا ميتيل دوبا. مرضى الضغط بيتعالجوا بأدوية الضغط لمدة كم؟ سنوات، ربما مدى الحياة. معقول أعطيك ألفا ميتيل دوبا لمريض لسنوات؟ هتقول لي لا، إحدى مشاكله يروح يضبط هذا الإنزيم أو يشغل هذا الإنزيم أو يتنافس مع الدوبا على هذا الإنزيم، وبالتالي هذا الإنزيم ينسى عمله على الدوبا ويروح يشتغل على الألفا ميتيل دوبا، فالدوبا ما يتحولش لدوبامين، يقل عندك الدوبامين، يحصل لك رعشة بنسميها باركنسونيان سايد إفكت. فلا نحب الألفا ميتيل دوبا في علاج الضغط إلا في الحوامل. الحوامل فترة مؤقتة شهرين ثلاثة في آخر الحمل إن شاء الله ما يحصل فيها أي مشكلة، وخصوصا إنه آمن للحوامل. طيب في دواء ثاني، إيش الدواء الثاني؟ سمعت بدواء اسمه الريسربين، شطار الفارما، فين هذا؟ في يعالج ايش من مرض؟ الهايبرتنشن ايضا، في علاج ارتفاع ضغط الدم، وايضا لا يستخدم الان عشان ترتاح، لو انت ما تعرفش ولا يستخدم كثيرا. طيب هو اصلا ايش اللي تعمله؟ يروح لهنا ويعطل ما يسمى بتخزين النواقل العصبيه. طبعا واحد يثبت مضخه هنا، انت عارف شو بالقصه، الدوبامين لما يتصنع ايش يحصل له؟ يتخزن، بس من المضخه اللي تشله وتدخله للمخزن؟ حد عارف اسمها؟ يعني لها عدة أسماء، بس أحد الأسماء VMAT. VMAT VMAT اختصار لكلمة إيش؟ V إيش يعني؟ منو الشاطر؟ منو يقدر يلقطها؟ فيسيكل أو فيسيكولار. M إيش يعني؟ ولا ساعدك؟ هي VMAT MA مونو أمين، مركبات المونو أمين. MA يعني مونو أمين، لأنه بيساعد في إدخال جميع مركبات الأمين. والتي ترانسبورتر، ترانسبورتر، فيسيكولار او فيسيكل مونو امين ترانسبورتر، ناقل مركبات المونو امين اللي هي النورادرينالين والسيروتونين والدوبامين الى داخل الفيسيكل، فيسمى في مات. الخلاصه الريسربين يروح يرتبط مع الفي مات يكتفه ويمنعه من العمل. اذا هل الدوبامين ما يتخزن في الحويصلات هذه؟ ما يتخزنش، واذا ما تخزنش في النهايه يروح يتكسر بالماء ويتكسر. وما دام ما تخزنش هل بيخرج؟ هل بيشتغل ينظم لك الحركة؟ لا، فيحصل لك أيضا باركنسونيان سايد إفكت. فلذلك أيضا لا نحب نعطي الريسربين كدواء، لأنه في النهاية أيضا قد يؤدي إلى باركنسونيان سايد إفكت. طيب اللي شاطر منكم زيادة حيقول لا أنا أتذكر يا دكتور معه مشكلة أكثر وضوحا، صحيح معه مشكلة ثانية، إيش يعمل؟ غير الهيبوديشن هو يعملها طبعا لك، بس معه مشكلة ثالثة أوضح، اكتئاب، ديبريشن. ليش اكتئاب؟ لانه كمان حيمنع دخول النور ادرينالين والسيروتونين، ولما ما يخرجوش هذول في منطقه الليمبيك سيستم ايش يحصل لك؟ اكتئاب. اذا حيمنع الدوبامين يعمل لك دا باركنسون،
هيمنع ايضا تحرر وتخزين النور ادرينالين والسيروتونين، فيعمل لك ايضا انخفاض في المزاج واكتئاب، لانه يعمل اكتئاب شديد محترم. لا نكتب الريزربين ولا يستخدم ابدا تقريبا في العلاج الا في الحالات الشديده والعنيده والمعنده. طيب اذا انت عرفت هذول الاثنين لماذا لا نحبهم ولا نكتبهم، بيعملوا اعراض باركنسونيه وقد يعملوا اكتئاب وخاصه الريزربين. طيب في شيء ثالث، سمعت بالانتي سايكوتكس امس بالتفصيل صح؟ ايش كنا على مضادات الذهان؟ اول شيء ايش اسمها الثاني؟ ميجر ترانكولايزرز او نيوروليبتكس، اخذناها امس بالتفصيل نيوروليبتك او انتي سايكوتك. وامس قلت لك هي عباره عن دي 2 ايش؟ بلوكرز، هي قافلات لمستقبلات الدوبامين دي 2. امس قلنا لك، ما انا قلت لك الدوبامين الذي يخرج له اربع وظائف قبل شويه، قلت لك من وظائف انه يعمل جنون، ما دام يعمل جنون ايش لازم يعمل في المستقبل؟ نغلقه، بس نغلقه في اي منطقه؟ في المنطقه المسؤوله عن الجنون. ايوه، بس ايش اسم المنطقه المسؤوله عن الجنون؟ هذا الشاطر بس، ميزوليمبيك سيستم، اسمها كذا المنطقه ميزوليمبيك سيستم. فالخلاصه لازم يغلق هنا. طيب هو حيروح يغلق في الميزوليمبيك سيستم ومش حيغلق في منطقه، في هذه المنطقه حق الحركه؟ هل يعرف يقول لك انا اغلق هنا وما اغلقش هنا؟ هو دواء لا يدري، لا يفقه شيئا، يروح يغلق هنا فيعقلك، تعقل تهدأ، حلو، في منطقة الجنون، بس حيروح في البيزل جانجليا في المنطقة المسؤولة عن الحركة، هنا، في المنطقة المسؤولة عن الحركة. طيب لما يغلق هنا الدوبامين ما يعرف يشتغل ولا يعرف ينظم حركاتك ولا يعرف يضبط الحركات الغير مطلوب تحريكها والعضلات الغير مطلوب تحريكها، فايش يحصل لك؟ رعشة. وأمس أنا قلت لك من أهم مشاكل المجانين تجي تعالجهم يعقل، بس ايش يحصل له؟ رعشه. وديت لكم صور في اخر المحاضره، اللي يرتعش واللي حاصل له كذا، كل عضلاته متشنجه وكل ايوه، يعني حركات عديده تحصل للانسان، واللي يبدا يحرك فمه بشكل مستمر، واللي يبدا يعني تتلخبط هذا، فالعضلات الغير مطلوب تحريكها ترجع تتحرك، فيحصل له هكذا، واللي يحصل له هكذا، واللي يبدا يعمل حركات بفمه، واللي يبدا يعني اشياء كثيره. طيب خلي الكلام هذا في بالك، اللي عاوز اقول لك، طيب بس حسمي الاعراض هذه اللي تسببها الادويه اسميها باركنسونز ديزيز؟ لا، اسميها باركنسونيان سايد افكت، ولا ممكن تسميها باركنسونيزم، لكن هو بتقول لي دا باركنسون حاجه لها علاقه بالعمر، ولها علاقه بتدمير الخلايا العصبيه الدوبامينيه، وبالتالي هذه نسميها باركنسونيان سايد افكت، دا باركنسون موت وتدمير للخلايا العصبيه الدوبامينيه. قد قلنا امس ولا لا؟ ما نتذكر. قلت لك ما دام احنا منعنا الدوبامين من العمل حصلت رعشه. الدوبامين مع من يتوازن؟ احنا قلنا مع الاسترالكولين. الدوبامين والاسترالكولين متوازنين في المنطقه حق الحركه. الدوبامين وحده هو المسؤول عن الجنون في المنطقه الثانيه، تخيل معي خيال واسع عندكم صح؟ تخيل منطقتين امامك الان صح؟ الدوبامين مهم في الجنون هنا في هذه المنطقه اللي على اليمين. وفي هذه المنطقه حق الحركه مهم مع الاسترالكولين، بينهم توازن. طيب انا اعطيتك دواء عشان اعالج الجنون، حيثبط الدوبامين هنا يعقل المريض، حيثبط الدوبامين هنا تختل الحركه، الاسترالكولين اصبح مسيطر فتختل الحركه. طيب انا نزلت الدوبامين كيف طيب احل المشكله؟ كيف اعالج الرعشه؟ اضبط الاسترالكولين، ايوه اعطي انتي كولينرجيك دراج واضبط الاسترالكولين عشان يرجعوا يتوازنوا، تمام؟ فاعطيك دواء زي تراي هيكس فينيديل اللي اخذناه امس، تراي هيكس فينيديل وكمان يوم حنمر عليه، وقلت لك له اسم اخر ما يتذكر، بنز هيكسول، له اسمين، الاسهل يمكن بنز هيكسول او تسميه تراي هيكس فينيديل. اللي قلت لك في اليمن ايش اسمه التجاري المشهور؟ اكيسول، وحنكرر الكلام هذا اليوم. طيب انا بس ايضا عاوزك تنتبه، يعني انه في ناس اذا ما انتبه ننبهك، في ناس يقول لك يا دكتور انت ايش اللف والدوران؟ انت جبت دواء للجنون خفض الدوبامين صح؟ عقل المريض. أجد دواء يشتغل في المنطقة المسؤولة عن الحركة وخفض الدوبامين اختلت الحركة. كيف نحلها؟ في واحد يقول لك كيف يجاوبك على سؤالك، يقول لك كيف نحلها؟ ندي ال دوبا، حتى أنا سمعت واحد قال ندي ال دوبا. ال دوبا إيش حيرفع؟ الدوبامين في كل المناطق، الدوبا يتحول لدوبامين، فيرتفع هنا ويرتفع هنا، فإيش يحصل المريض؟ يجنن مرة ثانية، يعني أنت كذا غلط، بتدي دواء يخفض الدوبامين يمنع العمل اللي هو دواء الجنون يعقل. وتشوف الاثر الجانبي تقول لا ادي الدوبا ارجع ارفع الدوبامين ارجع يجري من جديد. لذلك ليس هذا هو الحل، الحل انا اغلق مستقبلات الدوبامين في هذه المنطقه، ولو انخفض الدوبامين هنا واختلت الحركه ما ارفعوش، اروح الاسترالكولين اللي هو عامل توازن اخفضه واغلق مستقبلات الاسترالكولين. فكم يعطي الدوائين بالفعل؟
دواء يغلق مستقبلات الدوبامين ودواء يغلق مستقبلات الأسطال الكوني في نفس الوقت. ليش أغلق مستقبلات الدوبامين؟ عشان أعالج الجنون. لماذا أغلق مستقبلات الأسطال الكولين في البنزميكسول؟ عشان أخفض عمل أسطال الكولين وأعيد التوازن بينهما في منطقة الحركة، فأتخلص من الآثار الجانبية لأدوية الجنون. تمام، أنا أتوقع مش كلكم يعني لقطها، وفي ناس صداع، بس في ناس أكيد إن شاء الله في المهم. نواصل الكلام. إذا أنت بالنسبة للأدوية أصبحت الأمور سهلة، يمكن أسهل مرض أخذناه لحد الآن هو ده باركنسون، لأنه الحل إيش هنعمل للإنسان اللي ما عندهش دوبامين؟ أرفع الدوبامين، ماتت عليه الخلايا العصبية ولا تفرز دوبامين كفاية، أرفع له الدوبامين، أو أنشط، أنا حتى مختار الكلمة بدقة، أزيد نشاط الدوبامين. يعني أنا ما يهمنيش أشخاص، أنا لا أشخص الموضوع، ما يهمنيش الدوبامين، أنا يهمني إنه عمل الدوبامين اللي هو بيشتغله يتم. طيب، من يتذكر الدوبامين على من بيشتغل؟ على مستقبلات دي 1 ودي 2، وبالذات من؟ في الدماغ دي 2، دي 2، أهم شيء إنه في حد يشغل مستقبلات دي 2، خلي الكلام هذا في بالك. طيب، هنشوفها واحدة واحدة. طيب، إذا أنا مش قادر على الدوبامين، افرض مش قادر أرفع الدوبامين، مثلا إنه لو رفعت الدوبامين بينجن، مثلا افرض. مش قادر في الدوبامين أروح على من؟ على الأسطالكولين، يعني يا أنشط الدوبامين ورجعه زي ما كان، يا أضبط المنافس والشخص الآخر اللي هو الأسطالكولين. واحد يسألك يا دكتور أنتم كيف تقدروا تنشطوا الدوبامين؟ بعدة طرق. أزيد تصنيع الدوبامين، من الدواء اللي يزيد تصنيع الدوبامين؟ الدوبا، يعني أعطيك دوبا يتحول في الدماغ إلى إيش؟ إلى دوبامين. وهنا أجيب، هنا أجيب سؤالك اللي في راسك الآن، تقول لي يا دكتور بسيطة، تشتوا ترفعوا الدوبامين اعطوا دوبامين، هكذا احنا درسنا. الدوبامين لا يعبر الدماغ، خلاص مركب مونو امين، يعني مركب قطبي لا يعبر الدماغ. ايوه هنقول الان، هنقول الان اللي هو الدوبا دي كربوكسيليز. ايوه حنعطي خليط مع كبد دوبا، تمام واحده واحده. طيب اذا اول عمليه سهله، انا اللي حيقول لك يا دكتور ناقص الدوبامين ادي دوبامين، حنقول له اوكي حندي دوبامين لكن لا يعبر الدماغ، وايش استفدنا؟ لا يعبر البلاد برين بارير، فانا اخدع الدماغ، ايش اعمل؟ اعطي له الدوبا. الدوبا هذا خطير، ليش خطير؟ يشبه الامينو اسيدز. ايش هي الامينو اسيدز؟ الاحماض الامينيه، شكله في مجموعه امين وفي مجموعه سي او او اتش، فهو حمض اميني، صح مش من الاحماض الامينيه الاساسيه اللي احنا تهمنا في الجسم، لكنه يشبه الاحماض الامينيه، فيدخل الى الدماغ عن طريق نواقل الاحماض الامينيه. ايوه عن طريق الاكتيف ترانسبورت اللي هو زي ما بيدخل التيروسين والسيرين واللايسين، هو يدخل معه هو الدوبا. بس لما يدخل للداخل بخطوه واحده يتحول الى دوبامين. ما انا قلت لك تفاعل التيروسين بيتحول الى دوبا، هذا الحاله الطبيعيه، تيروسين الى دوبا الى دوبامين. طيب انا اعطيك الدوبا يوصل يتحول الى دوبامين بخطوه واحده. طيب ليش لا ال دوبا؟ عشان ال ليفو ميسر لضوء المستقبل، طلع معنا ميسر احسن من المهمن، يعني بيدخل اكثر وبيتحول اكثر الى دوبامين، فبنحب الليفو دوبا. إما تقول ال دوبا صحيح، وإما تقول ليفو دوبا، هي نفسها، اللي هي اختصار كلمة ليفو يعني ميسر للضوء المستقطب. إذا كان الجلوكوز إحنا بنحب الديكستروز الميمم، بالنسبة لليفو دوبا بنحب الميسر اللي هو ليفو دوبا. الدوبا في منه ميمم ميسر، ناخذ الليفو أحسن. الجلوكوز في منه ميمم ميسر، إحنا بنحب الميمم اللي بيسموه ديكستروز، ولذلك المغذيات كلها بتكون ديكستروز. طيب الشيء الثاني، ممكن نزود تحرر الدوبامين، مش لازم نزود تصنيعه. ليش ما نقول للخلايا العصبيه افرزوا المزيد من الدوبامين؟ في واحد يقول لك لحظه يا دكتور مش ماتت الخلايا العصبيه الدوبامينيه، ايش ترد عليه؟ مش كلها، ما هي مليارات الخلايا العصبيه، ماتنا النص مثلا، طيب النص الثاني احنا نحاول نحفزها ايش تعمل؟ تشتغل اكثر وتحرر المزيد من الدوبامين. من الدواء الذي يقوم بذلك؟ دواء اسمه الامانتادين، وللعلم الامانتادين هذا يذكر ويشرح في مكان ثاني. ايوه الخلايا العصبيه المستقبلات غير في هنا صوت لا انتي فايرال، تمام انتي فايرال بالفعل هو دواء فيروسي مضاد للفيروسات، ويعني ممكن يفيد حتى فيما يسمى بفيروسات انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور، ويستخدم في هذا الكلام. تمام، فخلي في بالك انه له علاقه، حد يشرح لك ادويه الفيروسات حيشرح لك الامانتادين، ولما تجي لادويه الباركنسون يشرح لك الامانتادين، فغريب بس انت تخيل هو دواء في النهايه، يروح يضبط فيروسات الانفلونزا وخاصه فيروس انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور، فيفيد في علاج هذه الانفلونزا، وكمان يستطيع ان يزيد تحرير الدوبامين في دماغك البشري، فيفيد في علاج باركنسون، اذا له عملين،
هنا يثبط الفيروسات حق الانفلونزا، يفيد في علاج الانفلونزا، وخاصة الانفلونزا الخطيرة كانفلونزا الخنازير والطيور. وكمان ينفع طبعا في علاج ليش؟ ايش معنى انفلونزا الخنازير باللغة الإنجليزية؟ اسمها؟ اوكي بس انفلونزا الخنازير سواين انفلونزا، اوكي ما في مشكلة، هذا اسم الفيروس H1N1 تمام، لكن هو سواين انفلونزا، انفلونزا الخنازير تمام، سواين انفلونزا. طيب الخلاصة بالكلام انه ممكن ايش؟ ممكن يستخدم. طيب ما دام انا قلت لك هذه المعلومة انت قد تقول لي يعني تشتي تقول لنا انه الامانتادين احسن دواء في العالم لعلاج انفلونزا الخنازير والطيور؟ لا، في احسن منه، من هو؟ اوسلتامافير، دواء مشهور اسمه اوسلتامافير، حتى اسمه التجاري مشهور تامي فلو، اللي عارفه تامي فلو دواء سويسري مشهور، تامي فلو هو الاسم الشهير التجاري يعني، والاسم العلمي اوسلتامافير. اما الامانتادين دواء ثاني اقل شهره. طيب انا ايش اقول لك هنا حاجه كذا ممكن تضحك عليها شوي او تنتبه لها، الامانتادين اشتغل هنا في الانفلونزا الخنازير واشتغل هنا في دا باركنسون، وين فلح؟ انت وقت تشتغل في عملين في التجاره وفي الصيدله، والمصيبه لو ما فلحت لا هنا ولا هنا، هذا نفس الخبر، لانه نجح في موضوع انفلونزا الطيور والخنازير لانه احسن منه من الاوسلتامافير، ولن ينفع كثيرا كثيرا في علاج دا باركنسون لانه من احسن منه؟ الالدوبا. انا نسيت اقول لك اعمل له 5-6 نجمات هنا، لانه الالدوبا هو الدواء الاوحد والاقوى والافضل وبلا منافس في دا باركنسون. يعني ببساطه اي واحد عنده دا باركنسون ماشي على الالدوبا بدون ما يقول لك، انا بدي لك ادويه كثيره بس تقول له الالدوبا هو الاشهر والاقوى. فاذا فشل الالدوبا في المراحل المتقدمه وبدا يضعف شويه انا ممكن اساعده بالامانتادين، لكنه كدواء وحده يعني ما مش قوي زياده. طيب الحل الثالث، واحد يقول لك يا دكتور انتم ليش بتشخصون الامور؟ ليش دوبامين دوبامين دوبامين؟ مش وظيفه الدوبامين هو تنشيط دي 1 ودي 2 ريسبتورز؟ ليش ما نصنع ادويه واحنا قادرين نصنع ادويه تنشط دي 1 ودي 2؟ خلاص كلام جميل، ما عنديش اي مانع، اذا نشط للمستقبلات، اذا نشط الدي 1 والدي 2، من الاهم نشط دي 1 ولا دي 2؟ دي 2 المستقبل الاساسي دي 2، لكن حتى اخر الادويه بعضها ينشط كمان دي 1 شويه فما عندناش مانع. رامي بيكسول وروبينيرول، عاوز تحفظهم كويس، هذا رامي بيكسول وروبينيرول هم احسن الادويه التي تنشط مستقبلات الدوبامين ونستخدمها في علاج داء باركنسون. رامي بيكسول وروبينيرول، هو باقي واحد ثالث انا ما كتبتوش هنا مكتوب بعدين. الدواء الثالث اسمه روتي جوتين، هنشوفه بعدين. روتي فاقد روتي بحرف الار، فرامي وروبي ومعهم واحد روتي، تخيل القصه هكذا خلاص. طيب حتقول لي خلاص يا دكتور احنا فهمنا الفكره، هذولا ممكن نعتبرهم ايش يعملوا في الدوبامين؟ من يقول لي؟ يشتغلوا محله، يشوف الدوبامين مريض يقول له ارتاح يا دوبامين انت مريض، انت هو عملك تنشيط مستقبل الدي 1 ودي 2، احنا نروح بدالك ننشط مستقبل الدي 1 ودي 2، خلاص الدوبامين يقول لك شكرا جزيلا. طيب بس انا اسالك كده بالمنطق، حيكونوا بنفس جوده الدوبامين في العمل؟ لا، وبالتالي هذول اضعف قليلا، فتستخدمهم لو واحد قال لك انا ما استخدمش الا هذا الدواء لحاله، تعرف انه حالته خفيفه ولا شديده؟ خفيفه، لانه لو شديده والدوبامين ناقص زياده لا يحل المشكله الا انك تعطي الدوبا اللي يتحول لدوبامين عشان يشتغل الدوبامين، ما حد يحل محل الدوبامين. اما لو انا جبت لك واحد ثاني معناته انه الحاله خفيفه، انا بس احاول اساعد الدوبامين شويه، فهذول اضعف فلا يستخدموا الا لوحدهم في الحالات الخفيفه، او اذا حيستخدموا كمعاونين للالدوبا في الحالات الشديده والمتقدمه، لانه انا قلت لك صحيح هذا هو الدواء الاشهر لكن بعد عده سنوات ايش يحصل؟ يبدا يفشل ويضعف الدواء، فهنا ممكن اساعده يا اما بالامانتادين يا اما ايضا بالبرامبكسول والروبينيرول. طيب اخر حل، اقل تكسره مش الدوبامين، موجود بس بكميات قليله. طيب اخلي كمان يتكسر بالكلاب اللي اسمها ماو كومت؟ لا، اضبط انزيمات الماو وانزيمات الكومت. طيب منو شاطر وفاهم ومسيطر معايا ويقول لي اضبط الماو A ولا الماو B؟ الماو اي بس القوي هذا ماو A كان يكسر الادرينالين والسيروتونين والدوبامين، انا ما ليش علاقه بهذولا. الماو B هو اللي كان يكسر الدوبامين بس، فنضبط الماو B فقط. لذلك لاحظ معايا، يا حنضبط الماو B فقط، اما تضبيط الماو A ايش مشكلته؟ انا معك، انا ممكن اقول لك كلامك وصح. هنضبط الماو A في الامعاء فيدخل التيرامين من الجبن، اذا تتذكر الحكايه حق الجبن، ويدخل التيرامين ويحرر النور ادينالين فيحصل لك ارتفاع ضغط صاعق وارتفاع ضغط شديد،
فما نحبش احنا الماو اي انهيبيترز ولا الماو اي وبي، هي تؤخذ من مضادات الاكتئاب لكن نقول في النهايه لا تعطى لانها تعمل تفاعل الجبن. لكن احنا عشان نعالج دا باركنسون خلينا في الانزيم الخفيف والاخ الاصغر اللي هو الماو بي. وانا قلت لك الماو بي موجود في الدماغ ولا موجود في الجي اي تي ولا في الاثنين؟ الماو بي الصغير فقط في الدماغ، وبالتالي احنا بنثبط الماو بي في الدماغ فقط، يرتفع الدوبامين في الدماغ فقط وهو المطلوب. طيب هل ممكن اثبط كمان الكم؟ طبعا ايش كان اسم الدواء؟ انا اتذكر سيليجيلين، وحنجيله بعد قليل اسمه سيليجيلين، واخوه اسمه رازاجيلين، لان كلها جيلين جيلين. حنشوفها في السلايد اللي بعده تقريبا، اذا سيليجيلين وراساجيلين اخوين. طيب ممكن اثبط الكم؟ ممكن، ما هو ايضا يكسر الدوبامين، ولاحظنا فعاليه ممتازه لما نخفض الكم، يرتفع الدوبامين فيشتغل الدوبامين. ايش اسم الدواء؟ تنتهي بالمقطع كابون، وحنشوفها بعد قليل. كابون يا اما انتا كابون او تول كابون، الاحسن هو الانتا، انتا كابون، حنشوفه ايضا بعد قليل. انتا كابون حنشوفه بعد قليل. طيب حتقول لي والحل الثاني يا دكتور؟ هذا اخذناه، قلت لك اذا عاوزين نغلق مستقبلات الاسيتايل كولين ونمنعه من العمل ايش حنعطيه دواء؟ تراي هيكسفينيدين. لكن امس انا قلت لك انه يستخدم في علاج الايش؟ الباركنسونية اللي يحدثها أدوية الجنون، وبالتالي هو ليس قوي في علاج دا باركنسون. هذا ولا ممتاز في علاج دا باركنسون، الدوبامين قليل أرفع الدوبامين. أما روح أضرب الأستايل كولين معناته أنه رفع الدوبامين ممنوع. يعني مثلا أنا أعطيت لك دواء للجنون وخفضت الدوبامين، مش معقول أجي أرفع لك الدوبامين ليجن المريض مرة أخرى. فهنا أروح أشتغل على من؟ على الأستايل كولين. الدواء اسمه ترايهكسفينيدين، وايش اسمه الآخر؟ بنز هيكسول. بنز هيكسول وكلاهما صحيح، يا تسميه ترايهكسفينيدين يا تسميه بنز هيكسول. بس بين قوسين ممكن اكتب هذا ولا في اي دا باركنسون المحدث بالادويه في الاعراض الباركنسونيه اللي تعملها الادويه اللي يسموه دراج انديوست باركنسونيزم. في الدراج شرطه انديوست باركنسونيزم، يعني في الباركنسونيه المحدثه بالادويه. طيب هتقول لي خلاص يا دكتور يعني الان مر عليهم كذا مرور بس تثبيت الافكار، مش قلنا في ادويه انتي كولينرجيه؟ ماني اتذكر ايش كان؟ حفظك. تراي هيكسفينيدين، الاسم الاخر بنز هيكسول. في دواء ثاني؟ في دواء ثاني اسمه ايش؟ اسمه البنز تروبين. هنا تراي هيكسفينيدين يسمى بنز هيكسول، والثاني اسمه بنز تروبين، لكن نفس الكلام، تراي هيكسفينيدين اسمه بنز هيكسول او بنزتروبين. وانا قلت لك عشان تحفظ هذه الهكس متكرره، هنا الهكس وهنا هكس هكس هكس، فتراي هيكسفينيدين او بنزهيكسول. تيجي تحفظ الكلمه القصيره بنزهيكسول خلاص انت حر، بنزهيكسول. والثاني بنزتروبين، الحلو انهم كلهم بنز، هذا بنزهيكسول وهذا بنزتروبين، واضح معك انها من مشتقات من كلها؟ الاتروبين. ما انا قلت لك ملك الأدوية التي تقفل المستقبلات المسكارينية وتمنع الأستايل كولين من العمل هو الأستايل كولين، هو الأتروبين. الأتروبين مشهور، هو أشهر دواء في العالم وأقوى دواء في العالم، يغلق المستقبلات المسكارينية ويمنع الأستايل كولين من العمل، فأسميه أنتي كولينرجيك. إيش معنى أنتي كولينرجيك؟ مضاد الأستايل كولين، مضاد الأستايل كولين. كيف نضاد الأستايل كولين؟ بإغلاق المستقبلات أمامه وخاصة المستقبلات المسكارينية. طيب بس طلع هذا ولا أحسن طبعا الأتروبين، وبالتالي بنحبهم. طيب في اي باركنسون يا شباب؟ في الباركنسونيه المحدثه بالادويه، تمام؟ مش حنفكر في اي دا باركنسون، دا باركنسون ارفع لي الدوبامين، اترك الاسطال كله في حاله، مش معقول علي يعمل مشكله تروح تضرب محمد، ما تصلحش، تمام؟ اذا كان الدوبامين نقص هو السبب، ارفع الدوبامين، هذا الحل في دا باركنسون. مش حستخدم ولا حروح للاسطال كولين الا لو كان رفع الدوبامين ممنوع، تمام؟ قلت لك واحد مجنون، اعطيت له دواء للجنون هدأ. حصل له رعشه، تيجي ترفع الدوبامين حيجن مره ثانيه، هنا ممنوع. اذا روح اضرب الاسطال كولين ما فيش مشكله، وروح اشتغل لي على الاسطال كولين خلاص. طيب من يقول الاثار الجانبيه لهذه الادويه؟ الخمس الاشياء اللي قلت لك صح، الانتي كولينرجيك سايد افكتس، ما دام ضربنا الاسطال كولين تبع الباراسيم بتاعه ومنعناه من العمل، اذا حصل لك جفاف في الفم، زغلله في النظر، احتباس بولي، وامساك شديد، وتسارع قلبي، وتسارع قلبي. اذا هذول الخمسه مكتوبين في السلايد هذا، الخمسه الاشياء اللي بتحصل اللي هي السايد افكتس اللي بنسميها انتي كولينرجيك سايد افكتس، جفاف الفم،
زغللة في النظر، إمساك واحتباس بولي وتسارع قلبي. وتفاهم إنه الباراسيم بيساوي والأستايل كولين مش بس شغال في الدماغ الأستايل كولين. سؤال هناك. طيب في موضوع معين، أي دواء يشتغل المستقبل المسكاريني إذا زاد شوية عن حده هيشتغل على البقية، وبالتالي هيحدث الأثر الجانبية كلها. طبعا كلها الأثر، طيب أنا في حاجة إذا مش عارف تقول أنت مش فاهم، هتلاقيني في كل مرة بدي لك أثر جانبية بعضها كارثي. يعني أنت هتقول يا دكتور أدويتكم هذا سموم، هذا ما تدينا أدوات تقدر تقول حلو يشتغل، تقول لا أثر جانبية كذا وكذا وكذا وكذا. هل معناته أدويتنا نفسية كذا بهذه الخطورة؟ لا، يعني عادة ما تظهر الأثر الجانبي اللي يكتبها لك على السبورة والمكتوبة في نشرة الداخلي للدواء إلا بالاستخدام المزمن والطويل، وأيضا بزيادة الجرعة. يعني لما تظهر زيادة في الجرعة ولا إطالة في مدة العمل كثيرا بتظهر الأثر الجانبية، لكن غالبا أغلب هذا الكلام اللي احنا نقوله ما بيحصل إلا بزيادة الجرعة. فلا تقلق، احنا بنعطي الأدوية وإن شاء الله ما فيش أي مشاكل. طيب خلي الكلام هذا في بالك. طيب ايش باقي؟ اعتقد كان في هنا صوره يمكن لدواء اللي هو ترايهكسفينيدين. انا بس جبت هذه الصوره اليوم الظهر لانه الارتان هو اشهر دواء في العالم يحتوي على ترايهكسفينيدين. احنا في اليمن ايش اسمه التجاري؟ اكيسول 2 ملغ 5 ملغ، لكن عالميا لشركه سانوفي الفرنسيه الدواء اسمه ارتان، وفي شركه سوريه قلدته والاسم التجاري مقلد بالتان، يعني مش ارتان بالتان، اسمها شركة البلسم السورية، فعملت بالتان بلسم، وفي يمن يمكن صح؟ اسمه؟ كينيسول، لأنه له علاقة بالحركة، كيني يعني كينيتك حركة، وسول زي الأكيسول، فالعموم في أدوية كثيرة. طيب، وغالبا قلت لك متى يكتب أكثر شيء هذا؟ مع أدوية الجنون، طبيب النفسية يكتب دواء للجنون يعرف المرض اللي حصل له رعشة. فعشان يخفف الرعشة حيضرب الأستايل كولين بهذا الدواء. إذا فاهم أنت دواء الطبيب النفسي إيش يعمل؟ يضرب الدوبامين عشان يعالج الجنون فتظهر الرعشة، يضرب الأستايل كولين عشان يعيد التوازن فيعطي هذا الدواء الذي يقفل مستقبلات الأستايل كولين. طيب حاول كذا أنك يعني الأمور هذه إن شاء الله تكون سهلة. طيب هذا الأثر الجانبي، طبعا في أثر أخرى في CNS، يعني تباطؤ ذهني ونعاس ونسيان وأشياء زي كذا. ليش في نسيان أمنيجا؟ أستايل كولين في الدماغ مسؤول عن الذاكرة، قفلت المستقبل يبدأ الإنسان ينسى، طبيعي أن واحد يبدأ ينسى وما يعني. طيب أنت حتقول لي هذا الحل الأول يا دكتور مش هو الأساس، أنا معك، إيش الحل الرئيسي؟ أرفع الدوبامين. فأنا في سلايد واحد أدي لك الأدوية كلها اللي أخذناها قبل قليل بس في رسمة أكثر تبسيطا. خلي في هذا الرسمة، مش عارف الموجود عندك هنا ولا في الصفحة اللي بعدها. طيب نشوف في الصفحة التالية، أعتقد الصفحة اللي بعدها عندك. طيب نشوف إيش اللي حاصل. أنت عارف الدوبا هو أشهر دواء ولا مش أشهر دواء لعلاج باركنسون؟ أشهر دواء. هذا اللي هنا الموجود هنا اللي هو الدم، يعني نعطي الدوبا يصل إلى الدم، طبعا سنعطي عن طريق الفم ولا إبر؟ عن طريق الفم يمتص. إيش رأيك؟ مش يشبه الأحماض الأمينية، وبالتالي زي الأحماض الأمينية يعبر زي ما بيدخل للدماغ بنواقل الأحماض الأمينية، يمتص عن طريق نواقل الأحماض الأمينية، يقلد الأحماض الأمينية الشهيرة في الجسم التيروسين والسيرين والتريبتوفان ويعبر عبر تلك النواقل فيمتص يدخل للدم. فلا داعي للحقن، نعطيه عن طريق الفم الدوبا. طيب هتقول لي طيب يا الدوبا هذا لو تحكي لنا قصته، ما دام تقول لنا أشهر دواء في العالم لعلاج باركنسون لازم نفهم قصته. والله وصل للدم للأسف وعادوا في الدم، وقبل أن يصل للدماغ والحاجز الدموي الدماغي البلود برين بارير في اثنين كلاب انقضوا عليه، واحد اسمه الكومت، وش الكومت كان في الدماغ بس في كمان في الدم وفي الكبد. فالكومت ممكن يروح ينقض الدوبا يكسره يحوله إلى 3 أورثوميثيل دوبامين، لا يهمك الأسماء كثيرا لكن يكسره. طيب هذه مشكلة رقم واحد. المشكلة الثانية الدوبا دي كربوكسيليز كمان يكسره الى دوبامين لكن في الدم وفي الكبد. طيب انت طبعا اذا مش فاهم ايش كان اصلا مطلوب من الدوبا، كان مطلوب يدخل عبر نواقل من؟ نواقل الاحماض الامينيه، لانه يشبه الاحماض الامينيه فينتقل عبر ال امينو اسيد ترانسبورتر. وليش ال؟ لانه ايضا ميسر، يعني عبر نواقل الاحماض الامينيه اللي هي ميسره. طيب الدوبا لما يدخل للدماغ، هنا دخل للدماغ، تتخيل دخل للخلايا العصبية، هي يعني مش مرسومة خلية عصبية، دخل إلى داخل الخلايا العصبية بخطوة واحدة إلى ايش يتحول؟ إلى دوبامين بإنزيم اسمه دي سي، احفظ لي دي سي، دوبا دي كربوكسيليز. يعني يأتي هذا الإنزيم ينزع منه الكربوكسيل يتحول لدوبامين، يعني الفرق هو الكربوكسيل، ابعد الكربوكسيل يتحول لدوبامين، فإيش اسم الإنزيم؟ دوبا دي كربوكسيليز.
الانزيم النازع للكربوكسيل من مركب الدوبا، الانزيم النازع للكربوكسيل من مركب الدوبا او دوبا دي كربوكسيليز يتحول لدوبامين. طيب الدوبامين ايش مطلوب منه في رايك؟ يروح يشتغل على مستقبلاته. ايش اهم المستقبلات هنا؟ دي 2 بشكل اساسي ودي 1 بشكل اقل. طيب لو اشتغل ايش يحصل للحركات؟ تحسن ولا ما تحسنش؟ تحسن حركاتك وترجع طبيعي. وضحت القصه المطلوبه من الدوبا؟ يعني الامور احيانا نقول الاشياء الاشياء تبدو نظريه تمام بس الواقع غير. هذا كلام حلو. يا ريت لو الدوبا يدخل يتحول لدوبامين بخطوه، الدوبامين يشتغل زي ما كان والامور طيبه، يا ريت والله. لكن للاسف هناك كثر ينقضوا عليه يعملوا مشاكل، عادوا في الدم يمشي في طريقه في امان الله، ايش يحصل له؟ ينقض عليها الكومب او ينقض عليها الدوبا دي كربوكسيليز لكن في الدم وفي الكبد. فبدل ما يتحول لدوبامين في الدماغ وهو المطلوب، يتحول في الدم الى دوبامين وهو مش المطلوب. الدوبامين هل يستطيع بعدها يعبر؟ لا يستطيع العبور، هذه مشكله رقم واحد. يعني الدوبا للاسف تم الانقضاض عليه وتحويله الى دوبامين في الدم، احنا نسميه بريفيرال يعني في الانسجه الطرفيه. ولو تحول الدوبامين لن يستطيع العبور، هذه واحده مشكله، ما ايش استفدنا؟ المشكله ايضا ان الدوبامين في الدم، امس واليوم انا قلت لك له 3 تاثيرات حسب الجرعه. بجرعه قليله يوسع الاوعيه بتنشيط مستقبلات ديوان، يعمل لك دوخه. لو الكميه كبيره تحولت لدوبامين حينشط بيتا 1، وش يحصل لك؟ تسارع قلبي، تلاقي قلبك يضرب يضرب يضرب، يعني ما استفدتش من الدوبا، ما دخلش ما اشتغلش وجالس قلبك يضرب. لو الجرعه كبيره حينشط مستقبلات الفا 1 فتضيق الاوعيه فيرتفع الضغط، يعني يكون عندك باركنسون وعندك ضغط. واضح الفكره؟ طيب خلي الكلام هذا في بالك. اذا لازم لو انت شاطر وانت مدير التصنيع في مصنع ادويه ينتج الالدوبا، تعطي الالدوبا لوحده ولا تعطي ادويه معه تثبط هذه الانزيمات الشريره؟ نثبطه. ايش الدواء اللي يثبط الدوبا دي كربوكسيليز؟ كاربيدوبا. لذلك شوف اشهر دواء في العالم كله لعلاج دا باركنسون هو اسمه التجاري سينامت. السينامت هذا الدوبا تحته كاربيدوبا. وهتقول لك ليش دوائي يا دكتور؟ لانه الالدوبا هو المطلوب صح يشتغل، بس لازم اعطي كربيدوبا عشان اضبط هذا الانزيم وامنع تحول الدوبا الى الدوبامين. اعتبر اعطي الدواء واعطي البادي جارد. ايش يعني بادي جارد؟ حارس، واحد يحمي الدوبا. لما يجي الكلب اللي اسمه دوبا دي كربوكسيليز، الكربيدوبا يتقدم ويحمي الالدوبا، فالالدوبا يواصل الرحله. تمام. طبعا انت فاهم كمان ليش بنعطي كربيدوبا. انت تتوقع الدوبا والكربيدوبا متشابهين ولا مش متشابهين؟ دوبا كربيدوبا متشابهين جدا، فرق بسيط. فالكلب هذا اللي دوبا دي كربوكسيليز يشوف الاثنين دوبا كربيدوبا، على من يهجم؟ والمفروض يهجم على دوبا، بس لما يشوف كربيدوبا يروح يهجم عليه، وبالتالي الدوبا يسلم ويواصل رحلته ويصل الى الدماغ سليما ويصل بالسلامه ويواصل عمله. طيب ما رايك لو انا مدير اشطر، ايش اعمل لو انا مدير تصنيع في شركه اشطر من الاول؟ اضبط الانزيم الكلب هذا ولا ازيد اضبط الثاني؟ اضبط الاثنين. وبالفعل في شركات دوائيه الان ايش تعمل؟ تعطيك الدواء الرئيسي الدوبا وتعطي معه كربيدوبا وتعطي معه انتاكابون، الدواء الاول اشهر هذا انتاكابون. تمام. طيب الكربيدوبا يثبط هنا والانتاكابون يثبط هنا، فالالدوبا ايش يعمل؟ يصل اغلبه الى الدماغ ويتحول الى دوبامين. سهله الفكره؟ طيب ايش اسم الدواء؟ انتاكابون. طيب حاجه ثانيه، انا لما الدوبامين يوصل للدماغ في معه كلاب تهاجمه ولا لا؟ الماو داخل الخلايا العصبيه والكونت خارج الخلايا العصبيه، طيب في كلب داخل في كلب خارج، فالاثنين في الدماغ. طيب ما رايك اسيب الماو بي يشتغل على الدوبامين ولا اثبطه بالسيريجيلين والرازاجيلين؟ اثبطه. فهذا دواء اخر. اذا الدواء الاول انك تعطي الدوبا مع كربيدوبا مع انتاكابون، اعتبر هذا كلهم حاجه واحده. طيب في ناس يقول لك لا انا مش شدي هذه الادويه، ايش يعطي بس دواء يثبط الماو بي؟ ايش اسم الدواء؟ سيريجيلين واخوه رازاجيلين. طيب هذول يثبطوا هنا، فايش يحصل الدوبامين؟ ما يتكسرش فيشتغل. سهله ولا صعبه؟ سهله ان شاء الله. طيب في حل ثالث او مش حل ثالث، نفس الانتاكابون والتولكابون حيثبطوا الكومتي هنا وممكن يثبطوا الكومتي هنا، الكلب هذا موجود هنا وموجود هنا ايضا، وبالتالي التولكابون الحقيقه يشتغل بطريقه ولا بطريقتين؟ له فائده ولا فائدتين؟ فائدتين، منتبه هذا شويه صعبه، فائدتين. انا اعطيك الانتاكابون عشان اثبط الكومتي اللي يكسر الدوبا في الدم،
يعني انا احمي من الان الدوبا، وهنا اروح اضبط الكومت عشان احمي من الدوبامين. شفت الكومت شرير، يكسر الدوبا ويكسر الدوبامين، وبالتالي ما دام يكسر الدوبا انا اضبطه، وما دام حيكسر الدوبامين كمان انا اضبطه. فالانتكابون يحمي الدوبا ويحمي ايضا الدوبامين عشان يواصل العمل. طيب اخر حل، ونكون خلصنا الحل الاخير. في ناس يقول لك بطلوا شخصنا، مش هو الموضوع الشخص الفلاني ولا الشخص الرئيس الفلاني، احنا نشتي الفكرة العامة والمصلحة العامة. المصلحة العامة هو تنشيط المستقبلات، احنا ما نحبش الدوبامين لانه سواد عيونه، احنا نحبه لانه في الاخير ينشط المستقبلات، يعمل لك تسهيل للحركات. طيب ليش ما اعطيكش ادوية ايش تعمل في هذه المستقبلات؟ تنشط مستقبلات الدوبامين. ايش بسمي هذه الادوية؟ دوبامين ريسبتور اغونست، زي ما قلنا قبل قليل البرا اللي هو رامي وروبي، اللي هو برامي بيكسول وروبي نيرول. في أدوية أخرى، في أدوية أخرى بروموكريبتين بيرغولايد. لكن ليش أنا أعطيتك هذا المثالين أول؟ لأنهم أحسن ولا هذول أحسن؟ هذول أحسن اللي هو رامي وروبي، برامي بيكسول روبي نيرول. فليقول لك الأفكار العامة هتقوله في عندك أربع طرق. أول شيء نعطي الإل دوبا وياريت مع الكربي دوبا والإنتكابون لحمايته. الحل الثاني يا ريت نحاول تحرير الدوبامين بدواء اسمه الامانتادين، صح؟ اول قناة ادينا مثال اسمه الامانتادين. الحل الثالث يا ريت تضبط لي الما وبي عن طريق السيليجيلين. الحل الرابع يا ريت كمان نضبط الكومت بدواء زي الانتاكابون او التولكابون، هم دواء الانتاكابون تولكابون، بس الانتاكابون احسن اقول لك لانه هذا سميته الكبدية عالية ما نحبوش. طيب الحل الخامس والأخير إنك تنشط مستقبلات الدوبامين وخاصة ديتو عن طريق هذول الاثنين أو هذول الاثنين، بس من أحسن؟ هذول أحسن، تمام. طيب أنا أتمنى تكون كذا حفظتهم معايا. من يحفظ لي أقول الخمس الاستراتيجيات؟ أول شيء نجيب الـ L-دوبا عشان نزيد تصنيع الدوبامين، نمشي نمتها واحدة واحدة. إذا الدوبامين نزيد تصنيعه بالـ L-دوبا، ويا ريت نحميه ولا ما نحميش؟ نحميه بالكربي دوبا والإنتاكابون. طيب نزيد تحريره، نزيد تحرر الدوبامين، هذا خطوة رقم اثنين. من هو الدواء اللي يعمل ذلك؟ الأمانتادين، اللي هو الأمانتادين حق الفيروسات. طيب الحل الثالث نحميه من التكسر بتثبيط الماوبي أو تثبيط الكومت. إذا أثبط الماوبي، أعطيها ماوبي إنهيبيتر زي من؟ زي السيليجيلين والرازاجيلين. والحل الرابع شو أعمل في الكومت؟ أضبط الكود بدواء زي من؟ زي الانتاكابون، أحسن من التولكابون. طيب الحل الخامس الريسبتر، أنشط الريسبتر وبالتالي أعطيك أدوية تنشط المستقبلات أسميها دوبامين ريسبتر أغونست زي من؟ زي البرامي بيكسول، والثاني إيش اسمه؟ روبينيرول. كده إحنا خلصنا أدوية الباركنسون جانبية للدوبا. واحد يقول لك ليش مسكت لنا الدوبا وش يتكلم عليه أكثر؟ لأنه من هو الدواء الأشهر؟ الدوبا. فبس بضيف لك شوية معلومات عن الدوبا باعتباره الدواء الأشهر. والحقيقة حتى البقية بيكونوا مشابهين في الآثار الجانبية الرئيسية. ليش؟ لأنه كل هذه الأدوية إيش ترفع في النهاية؟ الدوبامين، صح؟ ما دام كلهم يشتغلوا بطريقة متشابهة بيرفعوا الدوبامين، فممكن تكون الآثار الجانبية إلى حد ما متشابهة، وخاصة الأشياء اللي شيء أركز عليها الآن. طيب واحد يقول لك يا دكتور عشان نفهم الـ L-دوبا كيف نفهمه؟ إحنا ما نشيش نحفظ حفظ. يقول لك لا تحفظش، أنا قلت لك أشياء معينة عشان ما تحفظش. أنت لما تعطي L-دوبا بيتحول في النهاية إلى إيش؟ إلى دوبامين. فيرتفع الدوبامين في الدماغ، صح ولا لا؟ يعني L-دوبا يصل للدماغ يتحول لدوبامين. إيش كان الإنزيم اللي يحول L-دوبا إلى دوبامين؟ DDC أو دوبا ديكربوكسيليز، كلام هذا قلناه. طيب لكنه بيتحول الى دوبامين في الدماغ فقط ولا بعضه ممكن يتحول في الدم ايضا؟ يتحول في الدم ايضا. من تعرف الدي دي سي او الانزيم اسمه دوبا ديكربوكسيليز موجود في الدماغ وموجود طرفيا بريفيرالي، فممكن يحول الدوبا لدوبامين في الدم وممكن يحول الدوبا الى دوبامين في الدماغ. طيب فيرتفع الدوبامين في الدماغ يعمل اشياء، ويرتفع الدوبامين في الدم ويعمل ايش؟ ويعمل اشياء. في ناس يقول لك يا دكتور لا غلط، كلامك غير سليم. احنا بنعطي مع الدوبا كربي دوبا، صح؟ والكربي دوبا ايش وظيفته؟ يثبط الدوبا ديكربوكسيليز وين؟ في الدم. انا يمكن نسيت اقول لك حاجه ايضا اخرى مهمه. ما انت حتقول لي زي ما بيثبط تحويل الدوبا الى دوبامين في الدم، ممكن كمان يمنع تحول الدوبا الى دوبامين في الدماغ. هو ايش وظيفته؟ بيثبط الدوبا ديكربوكسيليز، صح؟ يعني في الرسمه اللي اخذناها اول ممكن تقول لي يا دكتور لما تعطي دواء اسمه الكربي دوبا
حتضبط الدوبا دي كربوكسيليز في الدم، بس ممكن كربيدوبا كمان يروح يضبط الدوبا دي كربوكسيليز وين؟ في الدماغ. الكلام هذا سليم؟ لا. أصلاً هو لا يدخل الدماغ، أصلاً هو لا يدخل الدماغ الكربيدوبا، فالكربيدوبا سبحان الله بادي جارد، بس فاهم فين يشتغل، فين يحمي الدوبا؟ يحمي فقط في الدم، هو اعتبره أنت بادي جارد، لكنه لا يدخل الأماكن المقدسة والأماكن المهمة اللي هي CNS، بس يوصل الدوبا للدماغ، والدوبا في الدماغ بعدين يتحول لدوبامين وهو المطلوب، تمام؟ فأنت انتبه لي، الدوبا دي كربوكسيليز شرير بس وين؟ في الدم، أما هنا مطلوب لأنه لازم يحول الدوبا إلى دوبامين عشان يشتغل الدواء. طيب فخلي هذا الكلام في بالك. طيب التأثيرات إيش هيحصل؟ زي ما قلنا الدوبامين هيتحول، أو الدوبامين يتحول لدوبامين في الدماغ وهو المطلوب، ولكن جزء منه بيتحول لدوبامين وين؟ في الدم. زي ما قلت لك أنت قد تقول لي الكربيدوبا يا دكتور يمنع ذلك، في بادي جارد، هل البادي جارد بيشتغل 100%؟ لا، وسيحمي بعض الالدوبا لكنه لن يحمي كل الالدوبا، فلا بد ما تلاقي شويه الدوبا تحول الى دوبامين وين؟ في الدم ايضا، ففي الدم وفي في الدماغ. طيب الدوبامين في الدماغ ايش حيعمل؟ من يعرف؟ ايش يعمل في الحركه؟ يسهل حركاتك الاراديه، هذا هو المطلوب ولا مش مطلوب؟ مطلوب، هذا هو المطلوب. اذا انت فهمت الان الفكره، احنا بنعطي المريض الدوبا ليس لاي سبب الا لزياده الدوبامين في الدماغ وتسهيل حركاتك الاراديه. طيب ولكن الدوبامين حيزيد فقط في البيزل جانجليا ولا في مناطق اخرى؟ زادت في مناطق اخرى. طيب اذا زاد في منطقه احنا بنسميها مثلا الكيمو ريسبتر تريجر زون، ايش حيعمل الدوبامين؟ غثيان واقياء. ما انا كلمتك انه الدوبامين في الدماغ له كم وظائف؟ 4 وظائف، فزي ما حيحسن حركه حيعمل غثيان واقياء، وهذه مشكله ولا مش مشكله؟ هذه سايد افكت. طيب كمان الدوبامين ايش يعمل في الجنون؟ هيزود الذهان، السايكوسيس، شيء طبيعي. فممكن تلقى مريض باركنسون او محمد علي كلاي لما كنا نعالجه بالالدوبا كان يبدا يهلوس، يقول لك اسمع اصوات غير موجوده، ارى اشياء غير موجوده، يبدا يحصل له اوهام، افكار خاطئه، يبدا عقليا يتلخبط، ممكن حتى تظهر بعض اعراض الجنون. تمام، افضل بدل ما تقول يعني جنون سايكوسيس، ممكن نقول اعراض جنون، يعني سايكوتيك سيمتومز، ممكن شويه هلاوس، يسمع اصوات، يرى اشياء غير موجوده، يرى هاله ضوئيه، يعني اشياء زي كذا، بالاضافه الى بعض الاوهام والافكار الخاطئه. طيب، واحد يقول لك انت قلت الدوبامين في الدماغ يعمل 3 اشياء ولا 4 اشياء؟ 4 اشياء، ايش الرابعه؟ كان يضبط البرولاكتين هرمون الحليب، هذه مشكله. مش هي مشكلة كبيرة يعني وغالبا حيكون مريض باركنسون عمره 70-80 سنة، فإيقاف هرمون الحليب أصلا هو هرمون الحليب غالبا واقف، لما يوقف أكثر مش مشكلة، بل بالعكس لما نوقف البرولاكتين من بينشط؟ الـ FSH والـ LH الأمور الجنسية تنشط، يعني حلو. فأنا ما عملتوش هنا من الأشياء اللي لازم نركز عليها، حتكون مشكلة غير منطقية لو هي مرأة ترضع ومصابة بداء باركنسون، هي مرضعة ومصابة بداء باركنسون، ايش يحصل هنا للحليب؟ حيوقف الحليب، فيوقف الحليب حقها، لكن هذا شيء غير عملي، ما نقش واحدة داء باركنسون وكمان ترضع، لأن داء باركنسون غالبا في المسنين 70-80 سنة. طيب، الشيء الثاني بيزيد الدوبامين في الدم يعمل لك الـ3 أشياء اللي قلناها لك، بحسب الجرعة، بالجرعة البسيطة ينشط D1 يوسع الأوعية، دوخة. طيب بالجرعة الأكبر حينشط بيتا 1 ايش يعمل؟ يسرع ضربات القلب هارت ريت، بالجرعة الأكبر حينشط ألفا 1 تضيق الأوعية فممكن يرتفع ضغط الدم، فتلقى بعض الناس يقول لك نشاط قلبي وأحس بارتفاع الضغط أحس بدوخة، ممكن يحصل. طيب الكلام هذا كله بنعتبره سايد افكت، وهذا فقط هو اللي بنعتبره الثيرابيوتيك افكت أو التأثير العلاجي. خلاص يا جماعة؟ طيب هنا بس ايضا يعني ملاحظه على السريع، هل من ياخذ الالدوبا مع الزمن يتحسن ولا يبدا يتدهور؟ يتدهور. اولا المرض نفسه بروجريسيف، الخلايا العصبيه الدوبامين تموت وبعدين تموت 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 اكثر واكثر واكثر، يعني لو عندك مثلا 1,000,000 في البدايه السنه هذه 100,000 خليه ماتت، بعد سنتين قد 200,000 300,000 400,000، هذا احنا ما نعرفش نوقفه اصلا، احنا مش فاهمين ليش بيموتين اصلا، تمام؟ ولا قادر نوقف التموت المتتالي للخلايا العصبيه الدوبامينيه، فيتدهور المريض. عاد في سبب ثاني، سبب التدهور انه الدوبا في النهايه تحول الى ايش؟ الى دوبامين. والدوبامين قلت لك لما يتكسر بالماء والكوم يتحول الى هيدروجين بيروكسايد. والهيدروجين بيروكسايد هذا ماده مؤكسده،
يروح يأكسد ما تبقى من الخلايا العصبية الدوبامينية ولو على المدى الطويل ولو على مدى سنوات، لكن يقال إنه هذا كمان سبب يخلي الخلايا تموت وتموت أكثر وأكثر. يعني هل نعالج الدوبامين يشتغل بس لو زاد عن حده يتكسر، يعمل لك مواد مؤكسدة هيدروجين بيروكسيد تؤدي إلى تأكسد وتموت ما تبقى من الخلايا السليمة. ولذلك نلاقي الدهور فنسمي هذا الكلام تدهور على المدى الطويل. باقي مشكلة في المراحل المتأخرة يشكو منها المريض، يقول لك المريض ايش؟ يا دكتور انا اشرب الحبة اتحسن في الاعراض، الاعراض ايش يحصل لها؟ الليفيشن يعني تخف. طيب بعدين الاقي نفسي الدهور واحس نفسي تبدأ لي ايش؟ الرعشة مرة ثانية. طيب اخذ الحبة في اليوم الثاني مثلا واخذ الحبة الثانية ابدأ اتحسن والحمد لله وما فيش لا رعشة ولا شيء، وبعدين بعد كم ساعة ابدأ الدهور تبقى لي رعشة مرة ثانية وهكذا. باعتبار ايش؟ هو ياخذ الدواء، الدواء ايش يعمل؟ يرتفع في الدم ويرتفع في الدماغ فيتحسن المريض. طيب بعد كم ساعة ايش يحصل للدواء؟ يبدا يتكسر الدواء، يبدا ينطرح، يبدا يستقلب، فايش يحصل للمريض؟ يبدا يدهور. الكلام هذا بنحصله في المراحل المتأخرة، فيبدا المريض يقول لك انا اخذ الدواء حقك اوقات اتحسن اوقات ما اتحسنش، اتحسن ما اتحسنش. ماذا اسمي هذه الظاهرة؟ ممكن اسميها اون او اوف اون فينومينان. ايش يعني اوف اون؟ اون يعني الدواء شغال، أوف يعني الدواء مش شغال، فاحنا نسمي هذه الظاهرة أوف أون فينومينان، وخاصة في المراحل المتأخرة، فعلاً يقول لك المريض أنا يعني آخذ الدواء تحسن ساعة ساعتين وأرجع تسوء حالتي وهكذا، فأسميه أوف أون فينومينان. طيب وممكن يقول لك إيش أيضاً اسم الظاهرة؟ ويرينج أوف، يعني التحسن يحصل له إيش؟ يقل تدريجياً. إذاً ممكن تسمي المشكلة بطريقتين، إذا تشي بس توصف إنه الدواء يدهور أو الدواء يفقد الفعالية وتعود الأعراض مرة أخرى شوي شوي شوي، هذا اسمه wearing off، يعني مش عارف نقولها بالعربي لكن يحصل تدهور تدريجي للمريض. طيب تشتي تشرح إنه الدواء أوقات يشتغل أوقات ما يشتغلش، سميها off on phenomenon. عندك حلين، أو أقول لك أعطي مرة واحدة الصباح مثلاً الدوبة ولا أعطيه 3-4 مرات، إيش أحسن؟ يعني أعطي جرعة كبيرة الصباح ولا اعطيه جرعه صغيره الصباح والظهر والعصر والليل؟ جرعه متعدده، لان جرعه متعدده اعطيه الصباح عاد يجي ينزل الدواء وقد اعطيت حق الظهر، يجي ينزل الدواء احد حق المغرب، فتلاقي ما فيش تقلبات في تركيز الدواء في الدم وما فيش تقلبات في الاستجابه. بعكس في ناس يقول لك لا نعطيه في الصباح بس، غلط. لو تعطي الصباح فقط كميه كبيره الدواء سيشتغل، بس بعد من 5-6 ساعات ايش يحصل؟ الدواء ينزل وينزل، ما يجي اليوم الثاني لو قد نزل وقد حصلت ايضا اعراض للمريض شديده، فالافضل انه نخفض الجرعه ونزيد عدد مرات الاعطاء، بدل ما هي حبه اليوم نص حبه الصباح نص حبه في المساء، بدل ما هي مثلا حبتين في الصباح ولا المساء اعطي نص حبه الصباح، نص حبه الظهر، نص حبه المغرب، نص حبه المساء. فالخلاصه قسم الجرعه، فيفضل ان تقسم الجرعه تعملها ديفايدنج للدوز. طيب الشيء الثاني يفضل في مرحلة الانهيار ومرحلة التأخر هنا ايش اعمل؟ اضيف دواء مساعد، يعني اقول له خذ الدوبا وبعد كم ساعة خذ مثلا دواء يمنع التكسر سيليجيرين، او خذ دواء يزيد من افراز الدوبامين زي الامانتادين وهكذا. اذا يفضل في هذه الحالات انه نساعد الدوبا بأدوية مرافقة، لانه معناها الدوبا ماذا مش قادر يشتغل خلينا نعطيه معه دواء مساعد زي برامبكسول زي امانتادين زي سيليجيلين، لكن يظل زي الابومورفين. ممكن تضيف عندك كمان زي دواء اسمه الابومورفين، انا مش كاتبه عندك في الملزمه، لكن الابومورفين دواء المقيء الشهير سمعت عنه يمكن. ابومورفين هو مقيء كان يستخدم زمان لاحداث القيء لمن يتسممون باي سم، ويعطى حتى للحيوانات اللي تتسمم باي شيء يعطوها هذه حقنه الابومورفين عشان يطرش. بس بعيدا عن هذا الموضوع ايش كمان له تاثير؟ اذا يعالج كمان دا باركنسون ينشط مستقبلات الدوبامين، فيفيد ايضا في تقويه تاثير الايش؟ الدوبا. في واحد يقول لك طيب يا دكتور ايش دخله مقيء؟ ايش علاقته؟ الابومورفين زي البقيه زي برامبكسول روبينيرول ينشط مستقبلات الدوبامين، وايش قلنا الدوبامين لما يشتغل يعمل غثيان اوقيع، فاحنا بنعطيه عشان يعمل غثيان اوقيع عشان يتخلص من السموم، هذه واحده. بس هذا الان اصبح في الحيوانات اكثر، ما نعطيش للبشر دواء مقيء الان، ما عاد عندنا هذه الحكايه انه نعالج واحد تسمى بشيء يخليه يطرش، في عندنا غسيل معده وطرق اخرى غير حكايه الغثيان والطرش. طيب لكن في الحيوانات بنستخدمها. الشيء الثاني ما دام ينشط مستقبلات الدوبامين ينفع في علاج باركنسون، لكن مساعد الالدوبا في حال ما قد الالدوبا بدا يتدهور وقد في عندنا ظاهره اون اوف فينومينان. طيب خلي هذا الكلام عندك يعني. طيب
الآن أنا إذا بزيدك كلمتين بس على الدوبامين أجونيست، لأنه في كلام مهم هنا، كلام مفيد، خلينا نعطيه لك. من هي منشطات المستقبلات الدوبامين اللي مرت علينا؟ حقرامي اللي هو برامي بيكسور، وروبي اللي هما روبينيرول. فخلينا أقول لك، هم أقوى من الدوبامين ولا أضعف من الدوبامين؟ أضعف. ارفع الدوبامين أحسن أقوى. لو تيجي تعطي منشطات لمستقبلات الدوبامين حيكونوا أضعف، ولذلك استخدمهم في الحالات الايش؟ في الحالات الخفيفة لوحدهم، تشتي لوحدهم بتستخدمهم في الحالات الخفيفة، لأنه ليسوا بقوة الدوبامين. فخلينا من الحاجات السهلة أو مساعدين للإلدوبا في الحالات الايش؟ المتقدمة. يعني لو قد المريض لو 5 سنوات ماشي على إلدوبا حلاوة، وبعد 5 سنوات يقول لك أصبح لنا الإلدوبا ما عاد يخارجني شيء، في أون أوف فينومينا أساعده، برامي بيكسول، روبينيرول، أشياء زي كده. طيب بس أنا هقسمها لك، في منها نوعين. هذه الأدوية اللي تنشط مستقبلات الدوبامين في أدوية قديمة من مشتقات الإرغوت. تتذكر الإرغوت اللي قلت لك العفن اللي يحصل على بعض المحاصيل الزراعية لما تخزنها لسنوات طويلة في الغرب، يأخذ المحاصيل الزراعية يخزنوها لسنوات طويلة، تتعفن في المخزن، يطلع عليها فطر أسود. الفطر الأسود اسمه فطر الإرغوت. طلع الفطر الأسود هذا وفصل منه مواد، تطلع منه أدوية كثيرة، منها ما أخذناه إرغوتامين حق الشقيقة، إرغوميثرين حق نزيف ما بعد النزيف ونزيف ما بعد الولادة. الشيء الثالث البروموكريبتين المكتوب هنا اللي يستخدم ممكن يفيد حتى في علاج باركنسون، بالإضافة إلى دواء اسمه كابرجولين، وهو دواء مشهور في الصيدليات، أي اسمه تجاري؟ دوستينكس، اللي أنا هنكلمك عليه. حتى فيه مقطع إرغ، من فين قالت كلمة إرغ؟ كلمة إرغوت. إذا هذا العفن سبحان الله عفن يخرب علينا المحاصيل، لكن بنطلع منه أدوية كثيرة، إرغوتامين للشقيقة، إرغوميثرين لعلاج النزيف وخاصة نزيف مثلا ما بعد الولادة، بالإضافة إلى البروموكريبتين، بالإضافة إلى الكابرجولين من عفن. طيب هنتكلم عنهم أكثر بعد قليل. طيب من هي الأدوية الأخرى اللي تنشط مستقبلات الدوبامين بعيدا عن العفن وبعيدا عن فطر الإرغوت؟ أنا مشيش أدور في الفطريات، في أدوية حديثة، واحد منهم اللي هو قلت لك اللي هو رامي وروبي، برامي بيكسول وروبينيرول، وقلنا إيش معاهم إذا تتذكر؟ روتي، فبالتالي روتي جوتين، أعتقد كده إن شاء الله ما تنساهوش. روبي، أيوة قلنا روبي ورامي ومعهم واحد روتي. طيب أنا هنا ملاحظة، ليش أنا أيضا كتبت لك إضافة هذا اليوم الظهر؟ لأنه من الأكثر فعالية؟ هذول الثلاثة، يعني روبي ورامي والروتي هذول أكثر فعالية في علاج داء باركنسون. لذلك أنا عاوز أقول لك هذول أحسن في علاج داء باركنسون، ما فيش حد الآن يروح يكتب هذول لداء باركنسون، هذول حق داء باركنسون. تمام، ومع ذلك هم أحسن ولا الإلدوبا أحسن؟ الإلدوبا أحسن، هذول مساعدين له. طيب هذا ما حد يكتبهم في الدواء، انت حتقول لي لحظه الان كشفناك يا دكتور ولا انت فاهم شيء، هذا ولا بيكتبوا يا دكتور في الصيدليات بكثره واحنا بنصرفهم في الصيدليات، مش لعلاج دا باركنسون، لهم استخدامات اخرى، ولانه بيستخدموا في استخدامات اخرى انا عاوز اضيف لك السلايد التالي. اذا البرايم بيكسول هو الذي بيساعد، والروبينيرول لشركه جالاكسو الانجليزيه كمان حلو جميل، هذا الروبينيرول اللي هي روبي، وكمان الروتي اللي هو روتي جوتين كمان بيستخدموا، هذول في علاج داء باركنسون. خلاص برامي بيكسول وروبينيرول وروتي جوتين. طيب في ملاحظه صغيره، انا اقول لك الروتي ايش قصته وليش بنحبه، في منه لصاقات. انت عارف داء باركنسون، مريض باركنسون ايش عنده مشكله؟ مشكله في الحركه صح؟ وحتى ممكن لما تقول له ابلع حبه الدواء يقول لك ما اقدرش لانه انا ارتعش واطرح الحبة وتفلت عليا وكذا، مشكلة كبيرة. فياريت لو تعطيه لصقة يحطها بس وخلاص ويمشي اسهل له. بالفعل في دواء اسمه روتيجوتي، في منه لصاقات توصل الدواء الى الدم مباشرة، فاسميها لصاقات عبر الجلد. يعني هذه ثورة، عاملة ثورة اللي هي لصاقات لعلاج داء باركنسون، لانه يعاني من شرب الحبوب لانه مش قادر حتى يتحكم في عضلات الفم. طيب حتقول لي طيب هذول اللي فشلوا، من هم اللي فشلوا؟ كما قلنا الكابرجولين والبروموكريبتين، الأدوية القديمة. أنا قلت لك لا نستخدمه في علاج داء باركنسون، فأيش الاستخدامات؟ استخدامات أخرى مكتوبة عندك صح هذا؟ طيب أنا ببسطها لك، هذول بينشطوا أي مستقبلات؟ من يتذكر؟ دي 2 بشكل رئيسي، هي مستقبلة الدوبامين، بس من أكثر مستقبل مهم في الدماغ؟ دي 2. من يذكرني دي 2 مثبط ولا منشط؟ مثبط، دي 2 مثبط، دي 1 المنشط. تمام يعني طيب ما دام دي 2 مثبط وهذولا بينشطوا مستقبلات دي 2، ماذا يحصل افراز البرولاكتين؟ حيقل افراز البرولاكتين.
طيب انا ساستبقك في بعضهم سريع لماح ما شاء الله، فيقول لي يا دكتور لحظه انت كذا بتربشنا شويه، مش قبل شويه قلت الدوبامين بيعمل اربع اشياء، بينشط حاجتين الجنون والغثيان، وبيثبط حاجتين البرولاكتين والعضلات الغير مطلوب تحريكها. بقول لك صحيح. طيب حتقول لي ما المستقبل في الاربع الاشياء؟ ديتو. طيب ديتو اذا يا دكتور منشط ولا مثبط؟ هو مثبط. طيب كيف ممكن نعمل تنشيط؟ بالديس انهيبيشن، بتثبيط التثبيط. ايوه زي ما الخمره وقت ترفع المزاج هو مثبط، زي الديازيبام يرفع المزاج هو مثبط، بتثبيط المثبط. فلذلك اعرف الدوبامين هو مثبط على مستقبل الديتو، بس اذا حينشط غثيان الاقياء او اذا حينشط الجنون بتثبيط خلايا عصبيه مثبطه، فسالب في سالب موجب، لكنه هو مثبط، ديتو مثبط. طيب فالخلاصه هذه الادويه ممكن ايضا تعمل تثبيط، فايش تعمل؟ تثبط افراز البرولاكتين، هذا كلام جديد. هذا الان قلنا، مش قلنا الدوبامين بينشط حاجتين بيثبط حاجتين، واحد منهم البرولاكتين هرمون الحليب. فهذه الادويه بتنشط نفس المستقبلات فتقلل هرمون الحليب، هذا كلام معروف. طيب هذا يعالج ولا ما يعالجش؟ هذا يعالج. اول شيء احنا نسميها فورلاكتيشن سبريشن، ايش يعني؟ لايقاف الارضاع. هتقول لي حرام عليك يا دكتور، يعني بكلكم تشيلوا توقفوا المرضع انها ترضع طفلها المسكين. اقول لك طبعا في حالات تستدعي ايقاف الارضاع، مثلا واحدة بترضع طفل ومات، يعني عمره 6 أشهر مرض مات، والحليب كثير عندها، وهي يعني عندها كمية كبيرة من الحليب والطفل مات، هل هي الآن شيء يستمر الحليب عندها؟ لا، لأن الحليب أيضا في الأخير يؤدي إلى آلام يعني وانتفاخ الثدين وكذا. ففي النهاية نحن عاوزين نوقف الحليب بهذا الدواء، فتقول للمريضة تقول لك ابني مات خلاص وأنا عندي حليب كثير، إيش نعطيها؟ مثلا بروموكريبتين أو كابرجولين. يا بروموكريبتين، اكتب حتى هنا ايضا، يا نعطي بروموكريبتين يا كابرجولين، لماذا؟ لايقاف الحليب والارضاع، هذه واحده. طيب الشيء الثاني، افرض هي حره يا اخي، تشتي بعد 3 أشهر من هذا تبطل ترضع، تقول لك انا شيء اشتغل وانا مديره في شركه وما لناش حق ارضع، بدي له نيدو ولا كيكوز وكذا وخلاص. تقول لها لا ممنوع، فايش ممكن ايضا تعطيها؟ تعطيها كابرجولين او بروموكريبتين لايقاف الارضاع، هي حره. طيب الشيء الثالث، افرض انها ارضعت سنتين وما قصرت، وبعد السنتين ما زال الحليب كثير وغزير وكذا، ايش نعمل لها كمان؟ نوقف الارضاع. واضح الاسباب؟ اذا سواء مات الطفل ولا بعد سنتين من الارضاع ما زال الحليب زياده، ولا هي قررت ايقاف الحليب، سنعطيها هذه الادويه. ونفس الفكره، حنشر مستقبلات دي 2، مستقبلات دي 2 المثبطه توقف هرمون الحليب، وهذا سيؤدي الى ايقاف الحليب. طيب افرض انه عندها ما يسمى بالجالاكتوريا، ايش يعني جالاكتوريا؟ ايش يعني الرياء؟ تدفق، وايش يعني جالاكتو؟ حليب. افرض هي بترضع الطفل بس تقول لك عندي حليب زياده بكميات كبيره يؤدي لالم شديده في الصدر، فممكن اذا نخفف لها الحليب بهذه الطريقه، يعني مجرد انه عندها حليب زياده بكميات كبيره قد تؤدي الى انه نشتري نخفف لها الحليب، ولا مثلا لانها اخذت ادويه معينه، ما نتذكر ايش الادويه اللي اخذناها امس تعمل حليب؟ الانتي سايكوتكس، ادويه الجنون. طبعا هي اصلا الانتي سايكوتكس هي تثبط عمل الدوبامين عكس هذا الكلام، فيرتفع البرولاكتين فيعمل حليب. تقول لك انا اخذت ادويه الجنون، او نقول هذه المريضه اخذت ادويه الجنون حصل لها حليب ونشتي نوقف الحليب، ممكن ناخذ هذه الادويه. طيب ممكن برولاكتينوما، ايش يعني برولاكتينوما؟ ايش يعني اوما؟ ورم. افرض عندها في الغده النخاميه المنطقه المسؤوله عن افراز البرولاكتين فيها تورم وفيها ورم، طبعا ورم حميد او ورم سرطاني. طيب هذا التورم يؤدي الى زياده ولا نقص افراز البرولاكتين؟ ممكن يعمل زياده او ممكن يعمل نقص، بس افرض ان الورم حقها يؤدي الى افراز كميات كبيره من البرولاكتين، المنطقه متورمه ومنتفخه وتفرز كميات كبيره من البرولاكتين. طيب حتقول لي عادي يا دكتور؟ لا مش عادي، البرولاكتين حيعمل لها اول شيء تثدي اكثر ويعمل لها حليب. هي يقول لك انا بنت ما ليش عندي الان حليب وتثدي؟ السبب هو ورم في الغده النخاميه يؤدي الى زياده افراز البرولاكتين، هذه مشكله رقم واحد. والمشكله الثانيه لو زاد البرولاكتين من اللي حينقص؟ الاف اس اتش والال اتش. النخاميه تقول لك انا يا افرز هرمون حليب يا افرز اف اس اتش ال اتش، ما دام انا مشغوله بافراز برولاكتين ساقلل افراز الاف اس اتش والال اتش، فالامور الجنسيه عندها ايش يحصل لها؟ تتلخبط، لخبطه في الدوره وربما عقم وربما مشاكل في الدوره الشهريه واشياء زي كذا، ولذلك اعالجها ايضا بهذه الادويه. طيب الشيء ايضا الواضح اللي بنشوفه ايضا عندنا في اليمن في علاج الايش؟ العقم، رجالا ونساء، رجال ونساء. يروح الرجل لعند الطبيبه ولا الطبيب ولا المراه تروح تقول انا ما خلفش، لي 20 سنه ما خلفت. احنا نعمل عده فحوصات، نشوف الاستروجين، نشوف البروجستيرون، نشوف البرولاكتين،
أشياء كثيرة، بس واحد من الأسباب إنه يكون عندها البرولاكتين ماله مرتفع. يعني إذا عندك تشوف حتى في الرجل البرولاكتين موجود، صح ما حصل له تثدي ولا يمكن زيادة، بس البرولاكتين زائد، وبالتالي النخامية إحنا إيش نفهم؟ النخامية مشغولة بمن؟ بإفراز البرولاكتين، وناسي عملها في إفراز الـ FSH والـ LH، فالأمور الجنسية تتلخبط، وما فيش إنتاج حيوانات منوية، وما فيش إباضة في المرأة، وما فيش دورة في ملخبطة الأمور. فماذا نفعل لهذا الرجل أو هذه المرأة؟ حنعطيها الكابرجولين، حنضبط البرولاكتين عشان تتفرغ النخامية لعملها في إفراز الـ FSH والـ LH. واضحة ولا صعبة؟ طيب، إذن هذه الأدوية ما نحبهاش في دا باركنسون، بس نحبها في هذه الأشياء. طيب، سواء الكابرجولين او البروموكريبتين. طيب، انا هنا اذن اضفت شيء ثاني، مش الكابرجولين بينشط دي 2 وبيثبط البرولاكتين، بس كمان بيثبط هرمون النمو. النخاميه هي تفرز هرمون النمو ولا برولاكتين؟ النخاميه تفرز الاثنين. وبالتالي حتى لما ندي من هذه الادويه هنثبط البرولاكتين وهنثبط هرمون النمو، كله من الغده النخاميه. طيب، لما ثبط هرمون النمو هذا يعالج؟ يعالج لو عندك زيادة في هرمون النمو. أيش الحالة؟ أي اسم الحالة بيكون الإنسان عنده زيادة في هرمون النمو وخاصة بعد البلوغ؟ يسموها الأكروميغالي، اللي هي تضخم الأطراف. تضخم الأطراف، تلقى بعض الناس يعني خاصة بعد سن النمو، لو حصل هذا الكلام بعد المراهقة، يعني لو حصل هذا الكلام تلقى رأسه كبير في صورتك، هتلقى أنه في عنده تضخم في الأطراف. شوف الأيدي كيف اليد، طبعا لأنه شوف بعد البلوغ ما عاد فيش طول خلاص، فايش يعني هرمون النمو؟ يبدا يعرضك زياده، تلقى اصابع اليدين كبيره، يده لو تحط يدك جنب يده تستغرب، يعني يده عريضه وكبيره ما شاء الله، وحتى هنا بالذات الفك السفلي تلقاه ايش؟ عريض، تمام؟ فهذه حاله مرضيه بنسميها اكروميغالي، عنده ورم، يمكن ورم حميد في الغده النخاميه، يفرز كميه كبيره من هرمون النمو. طيب، هو قد وصل للطول النهائي، فايش يحصل له بعدين؟ يبدا يعرض، وخاصه في الفكين واليدين والقدمين، تلقى هذا العملاق. يعني عملاق بشكل عام. يعني الخلاصه، ما دام هرمون النمو هو السبب، احنا نثبط هرمون النمو. من اللي يثبط هرمون النمو؟ بالذات يمكن البروموكريبتين احسن في هذه الحاله. طيب، في حاجه ثالثه، النخاميه تفرز برولاكتين بس وهرمون النمو بس، ولا كمان الاي سي تي اتش؟ من يعرف الاي سي تي اتش ما هو؟ ادرينو كورتيكو تروبيك هرمون، الهرمون المنشط لقشره الكظريه. مر عليك أكيد، مرة عليه أدرينو كورتيكو تروبيك هرمون. طيب، افرض أنه زائد، لو زائد إحنا نثبطه أيضا بهذه الأدوية. طيب، حتقول لي يا دكتور متى يزيد؟ نفس الشيء، افرض عنده ورم في النخامية بس في المنطقة المسؤولة عن إفراز هذا الهرمون، من يعرف وظيفة هذا الهرمون؟ اسمه أدرينو كورتيكو تروبيك هرمون، الهرمون المنشط للقشرة الكظرية. يعني حينشط من؟ القشرة الكظرية. لما يروح ينشط القشرة الكظرية إيش حتفرز؟ القشرة الكظرية بتفرز الألدوستيرون والكورتيزول، وللعلم هرمون الجنسية بكميات قليلة، صح؟ الألدوستيرون كورتيزول هرمونات قشرية، هرمون الجنسية بكميات قليلة، بس أكثر واحد ربما حيزيد من هو الكورتيزول. طيب، لما يزيد الكورتيزول ألا يؤدي إلى أثر جانبية؟ يؤدي إلى مرض إحنا بنسميه مرض كوشينج أو كوشينج سيندروم، اللي هو حتلاقي الإنسان بهذه الطريقة، هتلقى فيه ما يسمى بالمون فيس اللي هو وجه القمر، هتلقى فيه انتفاخ في البطن وفي نوع من الاكتئاب، وحتلقى فيه نحافة في الأيدي وفي السيقان، وحتلقى فيه حدبة في الظهر، يعني يتغير الإنسان. هذا اسمه ده كوشينج، تمام؟ حتى للعلم لو تدي كورتيزونات ديكساميتازون بيتاميتازون بكميات كبيرة ممكن يحصل لك داكوشين. احنا ليش ما نحبش نعطي الكورتيزونات بكميات كبيره؟ لانه هي في النهايه تعمل لك هذا الكلام، تدي لك كرش وكذا. وطبعا انت عارف في اليمن احنا بعض الناس القبائل حقنا يروحوا يبحثوا عن الكورتيزونات، ليش؟ عشان يسمن، يقول لك هذيك الابره اللي تسمن، وقصده ديكساميتازون، لكنه ينسى انه بيحصل اعراض جانبيه كثيره ومشاكل في ايضا، يعني ممكن نشرحها اكثر اذا اخذنا الكورتيزونات بشكل مفصل. خلاصه الكلام، هذا مرض قد يحصل من الأدوية، وقد يحصل لأن الغدة عندك النخامية تفرز ACTH، والACTH يروح يحرض الغدة الكظرية على إفراز كمية كبيرة من الكورتيزول. الكورتيزول يعمل لك مشاكل كثيرة، يمكن هنا مش مكتوبة، بس أخطر شيء كمان ارتفاع سكر الدم. الكورتيزول يرفع السكر، فأنت بتكون هكذا وسكرك عالي جدا، وهذه مشكلة كبيرة، وحتى الضغط ترتفع وحتى الدهون ترتفع، سكر وضغط ودهون ويتغير شكلك. طيب، الكلام هذا لو حاصل في الإنسان وأنا عارف إنه السبب dependent على الـ ACTH، والسبب هو ورم
يؤدي إلى إفراز هذا الهرمون. إيش يعمل في هذا الهرمون؟ أثبطه. من اللي بيثبط عن طريق تنشيط مستقبل الدي 2؟ الكابرجولين والبروموكريبتين. فإذا نحن اتفقنا الآن رامي وروبي ممتازين في علاج باركنسون، هم من نفس العائدة، بس هذول الكابرجولين والبروموكريبتين يستخدموا في أشياء أخرى في تثبيط هرمونات من الغدة النخامية. انضبطوا هرمون الحليب وقفوا الإرضاع وهذه الأشياء وعالجوا العقم، وانضبطوا هرمون النمو يساعدوا في علاج العملقة، وانضبطوا هذا الهرمون هيساعدوا في علاج داء كوشينج اللي أكيد مر عليك سابقا. طيب خلي هذا كان في بالك، كده نكون خلصنا الداء باركنسون.